مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقه جديده ويوم جديد من المحترف. النهارده ان شاء الله حلقتنا اكيد خاصه بالمباراه المنتظره. اكتر من 100 مليون، اكتر بكتير من 100 مليون موجود في مصر بيتابع بكره ان شاء الله. عايز اقول تاريخ جديد ان شاء الله يكتبه المنتخب المصري، وان شاء الله الوصول لكاس العالم 2022 ليكون تاريخ جديد بوصول منتخبنا منتخب مصر لنهائيات كاس العالم للمرة الثانية على التوالي. مباراة كبيرة جدا ان شاء الله هياخدها منتخبنا بكرة. وخلينا قبل ما اخش في الاخبار ونخش في طبعا فقراتنا النهاردة، من منطلق ان انا يعني الحمد لله اتشرفت ولعبت المنتخب مصر 15 سنة، مر عليا خلال الفترة ديت اللي بيشبه يعني لعبتنا ومباريات بتكون مباريات تاريخية. مباراة بكرة إن شاء الله هي مباراة تاريخية في تاريخ مصر وتاريخ الجيل الحالي. عايز أقول إن لها متطلبات، يعني ليها ظروف خاصة، وزي ما بقول لحضراتكم مريت أنا بالظروف ديت، وعايز أوصل رسالة لعيبة منتخب مصر إن شاء الله اللي هيشرفونا بكرة بإذن الله. أولا أكيد التركيز لازم يكون عالي جدا جدا، ولما بقول التركيز يكون عالي جدا لازم احط جنبها شيء مهم قوي، ان التركيز ده لازم يصحبه جزء كبير من الهدوء. مركز كويس قوي، مركز بشكل كبير لكن كمان بهدوء، مفيش توتر، مفيش توتر، علشان التوتر ده هينقلك من جزء التركيز العالي لجزء بلغه الكوره كده السربعه والتسرع ويتقلب لخوف. احنا بنحترم اكيد المنتخب السنغالي، ده شيء مفروغ منه، لكن كمان احنا كمنتخب اللعيبه اللي قدام حضراتكم كلها لعيبه كبيره واثبتوا ده من خلال بطوله امم افريقيا اللي فاتت. المطلوب من الصوره اللي حضراتكم شايفينها دي اللمه، وبتكلم على اللمه في ال 90 دقيقه اللي هي الروح، الاصرار، العزيمه اللي كل الناس بتساعد بعضها جوه الملعب. شفنا الكلام دوت في بطوله امم افريقيا اللي فاتت مش من بعيد، يعني الروح اللي ان شاء الله باذن الله تكون موجوده بكره. مش هتكلم على فنيات، مش هتكلم على امور فنيه، الجهاز الفني وكروش هو على درايه، لكن بتكلم على نقطه مهمه جدا، المباريات التاريخيه المصيريه هو اللي بيحددها اللعيب، اللعيبه اللي جوه الملعب اللي بتحدد هذه المباريات. في دور مهم جدا للمدير الفني، لكن اللعيبه عليها الجزء الاكبر، عليها الجزء الاكبر، انها زي ما بقول لحضراتكم احترام، ولكن مش احترام زائد، احنا بنحترم المنافس بشكل كبير، لكن كمان احنا منتخب مصر، منتخب السنغالي منتخب قوي جدا، منتخب كبير، كل المنتخب ولعبته بيلعبوا في اكبر الانديات الاوروبيه على عيني وراسي، كل ده بنعمل له حساب وبنحترمه، لكن ما بنخافش. في فرق بين انك تحترم المنافس وانك تخاف من المنافس. ان شاء الله الروح العاليه تكون موجوده بكره، زي ما بقول لحضراتكم ده مطلوب جدا، عمليه التركيز الكبيره جدا ولكن بهدوء، وبتكلم على جزء الهدوء، ولازم الهدوء يكون كمان جوه المستطيل الاخضر. عدم السربعه والاستعجال الفوز ده كمان شيء مهم جدا، انت بتلعب 90 دقيقه وعندك كمان 90 دقيقه كمان في السنغال. فمش يا ريت كل يعني يا ريت وكلنا نحب ان احنا اول ربع ساعه نجيب جول، اول تلت ساعه نجيب جول، ده هيساعدك كتير، لكن انك تتاخر شويه في التهديف ما يخلكش تستعجل، ما يخلكش تتوتر جوه الملعب، انت بتلعب 90 دقيقه ان شاء الله تجيب جون الفوز في الدقيقه 90، فده وارد جدا، وده لازم يكون اللعيبه بتفكر فيه. انت بتلعب مباراه مصيريه، مباراه من مرحلتين، المرحله الاولى بكره ان شاء الله، المرحله الثانيه هتكون في السنغال يوم الثلاث، وبالتالي نصيحه للعيبه ركز كويس قوي، احترم الخصم كويس قوي، لكن ما تخافش، ما يتنقلش الاحترام ده الى الخوف، دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه استعيدوا روح واصرار وعزيمه بطوله امم افريقيا اللي شفناها من فتره قليله. بتكلم في النقطه دي مهمه جدا ليه؟ لان وارد جدا تكون الفروقات الفنيه في بعض الافراد ممكن تكون لصالح المنتخب السنغالي. اللي بيعوض هذه الفروقات الفنيه هي الروح القتاليه، الاصرار، العزيمه، الالتحامات الثنائيه. لازم منتخب السنغال يحس ان هو اول ما ينزل ارض ملعب استاد القاهره يحس النهارده مش يومه، والرساله دي لازم
كل لعيبه منتخب مصر توصل للرساله دي من اول 5 دقائق، من اول 10 دقائق، في كل كوره مشتركه ما بين اللعيب المصري واللعيب السنغالي. اللعيب السنغالي لازم يحس لا النهارده مش النهارده يوم صعب، النهارده يوم عصيب امام المنتخب المصري. الكرات المشتركه لازم ان شاء الله باذن الله احنا اللي نفوز بيها، الكره الثانيه لازم احنا اللي نفوز بيها، الضغط احنا اللي نعمله، الاستحواذ احنا اللي نعمله. كل ده بتكلم من خلال روح قتاليه عاليه جدا جدا. لغايه دلوقتي ما اتكلمتش في نواحي فنيه، النواحي الفنيه هنتكلم عليها وكل الناس بتتكلم عليها، لكن الاهم واللي انا شفته من خلال مسيرتي مع منتخب مصر ل 15 سنه، المباريات اللي زي ديت محتاجه هذا النوع من التركيز. التركيز، وافتكر مباراه قبل مباراه هولندا في كاس العالم 90، الواحد كان بيفكر ازاي. قبل مباراه الجزائر 89 للوصول لكاس العالم، الواحد كان عايش الليله دي ازاي. فده الاحساس اللي بنقله للعيبه، بتحترم المنافس لكن ما تخافش، ولازم تفكر ايجابي يعني. وانت كده ودايما بنتكلم ان محمد صلاح بيفكر، ويا ريت اللعيبه كلها تفكر زيه، انه بيفكر دايما وبيعيش الماتش قبل ما يحصل، لكن بيعيشه بشيء ايجابي. فكر في الماتش ازاي الكرات المشتركه ديت، لو بتكلم على محمد عبد المنعم الونش ازاي الكرات المشتركه دي كلها تكون بتاعتي، لو بتكلم على خط الهجوم ازاي محمد صلاح يفكر ازاي ان هو بيجيب جول، مصطفى محمد ازاي بيفكر انه بيطلع بهد وبيحط الكره جوه الجول، تريزيجيه عمر مرموش ازاي بيعدي وبيعمل اسيست كويس، النني ازاي بيقطع الكره وبيسلم كويس. كل الحاجات الايجابيه دي لازم نفكر فيها ولعبتنا تفكر فيها، ما تفكرش في الحاجات السلبيه. عامل احترام، لكن الاحترام ليه ليميت شويه، لو عدى الليميت ده هيكون تردد وهيكون خوف، مش عايزين نوصل لدي. وزي ما بقول لحضراتكم الجزء اللي بتكلم فيه مهم جدا، انك بتتكلم بتستعد. النواحي الفنيه اعتقد كلها يعني اتكلمنا فيها، وكل البرامج اتكلمت فيها، ان شاء الله كمان من هنا هنتكلم عليها بتفاصيل معينه. لكن الاهم ومن خلال يعني زي ما بقول لحضراتكم 15 سنه مع منتخب مصر، ومريت يعني انا افتكرت مباراه هولندا في كاس العالم، قبليها كنا بنفكر ازاي والكابتن جوهري كان بيتعامل ازاي معانا. مباراه الجزائر 89، التعادل هناك في الجزائر 0-0، وكان لازم نكسب الجزائر بجيل عظيم من المنتخب الجزائري، وقدرنا نكسب 1-0. ازاي عشنا الليله اللي قبل مباراه الجزائر؟ عشناها كده مركزين كويس قوي جدا، مش خايفين، بنفكر ان احنا اول ما ننزل الاستاد القاهره الاستاد هيتهز، وان احنا يعني تخيل ان احنا جبنا هدف الوصول لكاس العالم في الدقيقه 4، نزلنا بهجوم ضاغط وبنحسس لعيبه، زي ما بقول لحضراتكم حسسنا لعيبه المنتخب الجزائري كلها لعيبه كبيره، لا النهارده مش يومك، النهارده يومنا، وهو ده المطلوب. عندنا في الصوره احسن لعيب في العالم، ناخد من محمد صلاح، ومحمد صلاح ان شاء الله ربنا يوفقه بكره، وناخد اصراره وناخد مسيرته. دافع للولاد الصغيرين الموجودين، بتتكلم على واحد زي محمد عبد المنعم، مباراه مصيريه وتاريخيه بالنسبه له. عوده قفشه، قفشه اكيد هيكون ليه دور كبير بكره ان شاء الله، اذا كان مع بدايه المباراه او في خلال المباراه هنشوفه. الونش اللي شايفينه من افضل المدافعين الموجودين في مصر، ازاي يفكر ان انا هوقف اي خطر يجي. عمر مرموش بالروح المعنويه الكبيره اللي جاي بيها من الدوري الالماني، ازاي يطور الحته ديت ويقلل شويه الحته الفرديه ويلعب شغل جماعي. ايمن اشرف قلب الاسد، النني مستويات عاليه جدا جدا في الفتره اللي فاتت، زيزو من افضل اللعيبه الموجوده في مصر، عمرو السوليه، بنتكلم كل الاسماء اللي جت في الصوره كلها لعيبه كبيره، اللي ان شاء الله يترجم اللعيب الكبير ده يترجم جوه الملعب بكره. اصرار وعزيمه والتزام. محمد عبد المنعم ما شاء الله يعني مدافع من تراث فريد، وتوقع له انه مستقبل هايل مع منتخب مصر. حمدي فتحي قلب الاسد الثاني اللي في وسط الملعب، مصطفى محمد يعني راس حربه من تراث فريد. فعايزين كل دوت نجمعه ونتكلم ان احنا كمان عندنا فرقه كويسه، عندنا تيم يحترم. فكل ده ننزل بيه ان شاء الله بكره ارض الملعب مع روح عاليه جدا، مع اصرار، واللعيبه عارفه ان وراها اكتر من 100 مليون، لو كان في 50-60 ألف بكره في استاد القاهره، لا في 100 مليون، وكمان انا بتكلم على المصريين اللي خارج مصر كمان بيتابعوا المنتخب المصري، وبيدعوا لهم بالتوفيق ان شاء الله. باذن الله كل التوفيق لمنتخبنا، وزي ما بقول لحضراتكم مباراه ان شاء الله تكون مباراه يعني خطوه للوصول ل طبعا انجاز تاريخي يحسب للكره المصريه بالوصول ان شاء الله لكاس العالم للمره الثانيه على التوالي. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله. كل الكلام ده هنتكلم عليه النهارده
مع عندنا ضيف مميز جدا على مستوى النقد الرياضي معانا طبعا عمر صبحي. عمر صبحي طبعا هيكون موجود معانا عشان نحلل معاه كمان مباراه بكره دي ازاي هنشتغل عليها ازاي. وخلي بال حضراتكم هي مباراه يليها مباراه يوم الثلاث، وبالتالي الحسابات بتتغير. ما زالت في افريقيا هنا الجون خارج الارض باتنين، يعني كنا بنتكلم على دوري ابطال اوروبا، بنتكلم على اوروبا، تصفيات اوروبا، خلاص الموضوع ده انتهى، لكن ما زال لسه الهدف باتنين. حسابات مختلفه جدا لاتنين مدربين. كروش من خلال التويتات اللي بينزلها بيحاول يبعث روح التفاؤل. النهارده بيقول او بيطلب من كل اب وام من اولاد الموجودين في الاستاد يكونوا لابسين تيشيرت منتخب مصر. ده شيء ايجابي، يعني انا يعني ده شيء كويس ان كمان التفاعل على مستوى السوشيال ميديا بايجابيه، ده شيء مميز جدا جدا. كل اللي بطلبه زي ما بقول لحضراتكم من لاعبتنا ان شاء الله التركيز مع الهدوء، الروح القتاليه العاليه جدا اللي شفناها في بطوله امم افريقيا، مع طبعا توفيق ربنا ان شاء الله. وزي ما بقول دايما ان شاء الله باذن الله استاد القاهره من ايام ما كنت بلعب ده يعني استاد الزعر، كل اي حد منافس مهما كان قوته بينزل استاد القاهره بياخد 10% منه، بياخد 20% منه. ناخد احنا كمان كلعيبه ان احنا زي ما بقول لحضراتكم ان احنا كل لعيب في منتخب مصر يفهم كل لعيب في منتخب السنغال ان الليله دي مش ليلتك، دي ليله المنتخب المصري، من اشتراكات، من قوه في الاداء، في الالتحامات، في الروح القتاليه، في تنفيذ التعليمات، في كل شيء يخص كره القدم ومتعه كره القدم. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. زي ما بقول لحضراتكم عندنا النهارده هنتكلم كتير عن المنتخب المصري، لكن كمان احب اقول مبروك للمنتخب السعودي. المنتخب السعودي منتخب عربي ضمن الوصول طبعا لكاس العالم 2022، ويعتبر المنتخب السعودي يمكن الاكثر وصولا على مستوى المنتخبات العربيه لنهائيات كاس العالم. النهارده طبعا وصل، لسه عنده مباراه امام المنتخب الصيني، لكن طبعا كان مباراه اليابان واستراليا نتيجتها خلاص حسمت الامور ب 22 نقطه للمنتخب السعودي. بنقول له الف مبروك، ويا رب يا رب يتاهل كمان المنتخبات العربيه. عندنا المنتخب الجزائري، عندنا المنتخب المصري، وعندنا المنتخب التونسي. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخبات العربيه في الوصول لكاس العالم القادم. طيب على مستوى بعض الاخبار اللي يمكن على المستوى العالمي هاخد مع حضراتكم خبرين ثلاثه. هتكلم اول حاجه على ليفاندوفسكي، طبعا المهاجم البولندي البافاري، طبعا قضى 12 سنه مع البايرن ميونخ. خلال 12 سنه ده حطم ارقام كتيره جدا جدا، حصل كافضل لاعب في العالم بشكل كبير. وزي ما بقول لحضراتكم 12 سنه في نادي واحد، اعتقد مع وصول كمان ليفا لسن اعتقد 3 او 35 سنه، يعني 34 سنه، خلاص مشواره القروي بدا في العد التنازلي. وبالتالي المقربين منه قال او هو كمان يمكن قال ان هيكون هذا الموسم هو الموسم الاخير ليه مع البايرن. في الفترات اللي فاتت يمكن كان فيه اهتمام كبير جدا بليفا على مستوى ريال مدريد، على مستوى برشلونه، على مستوى البي اس جي، لكن في اعتقادي الشخصي من خلال كمان تقارير في برشلونه بتقول انه مهتم جدا بوجود هذا اللاعب. في نفس الوقت يعني لسه في طبعا بعض العروض لليفا بشكل كويس، لعيب كويس قوي زي ما بقول لحضراتكم، لكن برشلونه بيخطط في الصيف اللي جاي دوت ان يكون ليفا هو جزء او لاعب داخل برشلونه. في تقارير يعني عالميه يعني بتقول انه بعد زي ما بقول لحضراتكم بعد 12 سنه في البوندز ليجا مع بايرن ميونخ ومع بروسيا دورتموند انتهت رحله ليفا في المانيا. بس في نفس الوقت في البايرن شايفين انه ما فيش سبب لرحيله، يعني ليفاندوفسكي طبعا بيشوف ان نهايه رحلته مع المانيا هتكون بنهايه الموسم الحالي، مع طبعا ضروره التغيير. يعني هو عايز ياخد خطوه الرحيل من فتره طويله، لكن الظروف ما كانتش مناسبه. بنتكلم على قناص طبعا البولندي الكبير وانتقاله لبرشلونه او ريال مدريد. طبعا في الفترات اللي فاتت كان عندها مشكله، في مشكله اقتصاديه طبعا، وكان طبعا ليفا يعني سعره كبير جدا جدا، ولكن خلاص عقده هينتهي بهذا في نهايه الموسم، وبالتالي هيكون الانتقال لاحد الانديه الكبيره
طبعا وارد، وفي شكل الدوري الاسباني اعتقد ان برشلونه هو الاقرب لوجود ليفاندوفسكي هناك. حضراتكم عارفين ان طبعا الامور اتغيرت زي ما بقول لحضراتكم، هو دلوقتي عنده 34 سنه، هيكمل 34 سنه في شهر 8 اللي جاي، لكن هو متحمس جدا وعنده رغبه كبيره جدا انه يعمل مغامره جديده، انه يطلع تحديات جديده. يعني هو فاز بكل شيء مع البايرن على المستوى المحلي وعلى المستوى الاوروبي، لكن خطوه وجوده في برشلونه هتكون هي اخر مشروع رياضي بالنسبه له، زي ما بقول لحضراتكم العقد الاخير في نهايه مسيره نجم كبير جدا جدا لليفاندوفسكي. وطبعا برشلونه مع تشافي عامل شكل اكتر من رائع، برضه هنتكلم عليه من خلال برنامجنا النهارده. خبر تاني يخص نجم كبير، طبعا بنتكلم على ليون ميسي. تورام طبعا، تورام ده طبعا الفرنسي، اللاعب الفرنسي الكبير، كان مندهش جدا من يعني بعض الجماهير اللي صفرت على يعني بعد طبعا هزيمه البي اس جي امام ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا 3-1، كان مستاء جدا ومستغرب من الجماهير بتصفر، وطبعا على خاصه على ليون ميسي. مفيش شك وهو تورام بيقول ان يعني باريس سان جيرمان مع الخسر طبعا 3-1 كان بيقول انه مفيش سبب واضح ليه طبعا الصفافير وطبعا اللوم الكبير الا على ميسي في خلال المباراه، وقال انه اعتقد ده ما ينفعش يحصل مع نجم كبير زي نجم بحجم ميسي، وقال لازم الناس تحترم ميسي بشكل كبير، تحترم تاريخه اللي قدمه مع طبعا سنوات طويله جدا جدا مع برشلونه، لكن وارد في كره القدم ان يكون في عدم توفيق في مباراه او حتى في بطوله، لكن هو قال على لسان طبعا ترام انه لا يمكن لاي شخص يحب كره القدم انه يسمح بالصافرات ضد ميسي. طبعا ابرز لاعب البارسا واليوفي السابق طبعا بيتكلم على ميسي بشكل كبير جدا، وقال يعني برشلونه هو بيت ميسي، وان الرحيل عن البيت كان رحيل صعب جدا جدا، في طبعا قضى طول حياته الاحترافيه في برشلونه، كان من الصعب طبعا التاقلم بشكل سريع في باريس سان جيرمان. تورام كمان نصح عثمان ديمبلي، حضراتكم عارفين عثمان ديمبلي كمان كان في دلوقتي تفاوض في تجديد التعاقد مع برشلونه، لكن طبعا هو عقده هينتهي طبعا في هذا الموسم، وبالتالي تورام بيقول لي كمان عثمان ديمبلي خلي بالك الافضل ليك البقاء في بيتك في برشلونه، ولك لك عزه يعني في تجربه ميسي والخروج من برشلونه. لسه برشلونه ويعني خلينا نتكلم على نجم اخر قوي جدا، بيدري. بيدري الحقيقه العالم كله بيتكلم على بيدري الموهبه الكبيره في فريق برشلونه، لعيب صغير في السن لكن لعيب ممتاز، عمل انجاز كبير جدا جدا، وهيلعب برقم 10 مع منتخب اسبانيا في الماتشين اللي جايين طبعا امام البانيا وايسلندا، وطبعا وده لاول مره في حياته. رقم 10 اكيد ارتبط بطبعا اساطير على المستطيل الاخضر في تاريخ اللعبه، لكن ما كانش هو عايز ده، يعني هو كان يعني دايما بيقول ان هو عايز يلبس رقم 8، لانه بلا شك طبعا كان انيستا العملاق، انيستا طبعا الفنان، هو كان بيحب طريقه لعبه وهو بالنسبه له هو المثل الاعلى، فكان حابب ان هو يلبس رقم 8، ولكن زي ما بيقول وفي مقابله مع يعني معاه في اذاعه كوب قال بدري يعني هم قالوا لي اختار، يعني جعلوني اختار وانا احب رقم 10 الذي ارتداه لاعبين مميزين مثل فابريجاز، وطبعا الرقم اللي يثير اعجابي اكثر هو رقم 8، لان يعني اندرياس انيستا كان يرتدي هذا الرقم وطالما احببته وكان بالنسبه لي المثل الاعلى. لكن طبعا كوكي طبعا بيرتدي الرقم دوت، وطبعا احترام للاقدميه شويه، ويمكن كمان هو تذكر صاحب الرقم 19، صاحب يعني هو عنده 19 سنه لسه صغير، ولكن المستقبل كبير جدا جدا، بيقدم مستويات اكتر رائعه على مستوى برشلونه وعلى مستوى المنتخب الاسباني. زي ما بقول لحضراتكم لعيب صغير في السن، لكن شفنا قد ايه اداؤه كمان امام ريال مدريد، وزي ما بقول لحضراتكم هو لعيب كبير مميز جدا، ولكن دايما الرقم يعني بيكون اللعيب مرتبط برقم معين. يعني افتكر انا وانا صغير كنت مرتبط جدا برقم 4،
وكان وش السعد عليا بصراحه. كل لعيب بيكون عنده رقم مميز كده. بنتكلم على بدري، هو يتمنى طبعا يلبس رقم 8، لكن هو طبعا هيرتدي رقم 10 مع المنتخب الاسباني. طيب تفتكر حضراتكم كريستيان إريكسن ده لاعب الدنمارك اللي حضراتكم يمكن تابعنا كمان هنا في قناه النادي الاهلي، طبعا الازمه القلبيه اللي في اليورو 2020 وكان ازمه على مستوى العالم. النهارده المنتخب الدنماركي طبعا بيتدرب في اسبانيا استعداده لماتشين وديين امام منتخب هولندا وامام المنتخب الصربي يوم السبت يوم الثلاث اللي جاي. المنتخب الدنماركي شهد انضمام يعني هذا اللاعب مره ثانيه، وكان اهتمام عالمي كبير بانضمام إريكسن لصفوف المنتخب الدنماركي بعد حضراتكم عارفين بعد 9 شهور من تعرض اللاعب لازمه قلبيه. طبعا ده كان خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 السنة اللي فاتت. طبعا يعني زي ما بقول لحضراتكم كان ضجة كبيرة جدا وكان أزمة كبيرة جدا، وكان اللاعب خلاص قال لك اللاعب خلاص يجب عليه الاعتزال نهائيا، لكن عودة جديدة للمنتخب الدنماركي بعد 9 شهور من هذه الإصابة والأزمة القلبية كان شيء جيد جدا للمنتخب الدنماركي وكمان على مستوى كريستيان إريكسن. تعالوا مع حضراتكم نشوف إريكسن قال ايه بعد عودته بعد 9 شهور الى المنتخب الدنماركي. انتهى بالامر بالثقه في الاطباء. لن اقف هنا اليوم اذا لم اكن اعرف انني قادر على العوده دون حدوث اي اشياء سيئه. لقد كنت محظوظا مع الاطباء، لقد كنت محظوظا بالتشخيص، كل شيء على ما يرام للعوده للعب مره اخرى. هذا ما منحني دفعه لاستعاده حياتي التي عشتها من قبل. أشعر أنني بحالة جيدة، أنا سعيد للغاية بالعودة إلى المنتخب الوطني مرة أخرى. لقد مرت فترة من الوقت لكنني سعيد جدا بالعودة. إنه شعور جيد بالطبع، نحن سعداء بوجود كريستيان إريكسن هنا. لقد كانت لحظة جميلة عندما انضم إلى المجموعة، من الرائع استعادته. طبعا شيء جيد جدا، يمكن زي ما بقول لحضراتكم عودة كريستيان إريكسن للمنتخب الدنماركي يعني ألقت بظلالها وعلى مستوى الاهتمام والصحافة العالمية. وزي ما بقول لحضراتكم لعيب رائع، يمكن إصابته بأزمة قلبية وكان يعني كان يعني زي ما بيقولوا خلاص يعني كان سيرحل عن عالمنا، ولكن باهتمام طبي أكثر من رائع في 2020 يورو 2020 تم إنقاذ هذا اللاعب بعد 9 شهور بيعود للمنتخب الدنماركي. شيء مهم جدا زي ما بقول لحضراتكم، احنا عندنا فاصل، بعد الفاصل هنتكلم او نستقبل ضيفنا النهارده عمر صبحي هيكون معانا نتكلم على كل ما يخص منتخبنا اللي ان شاء الله باذن الله دعوات اكتر من 100 مليون بكره ان شاء الله في استاد القاهره، يكون الخطوه الاولى والخطوه الكبيره للصعود لكاس العالم 2022. كل التوفيق لمنتخبنا. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل معانا الضيف المميز الناقد الرياضي عمر صبحي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، يسعدنا نرحب بضيفنا النهارده الناقد الرياضي عمر صبحي المحترف، هيكون معانا في المحترف عشان نناقش معاه قضايا كتيره جدا اكيد اهمها طبعا ان شاء الله الوصول منتخبنا المصري لكاس عالم 2022. عمر مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن، برحب بحضرتك وبرحب بكل جمهور النادي الاهلي. منورنا عمر. عايزين نتكلم زي ما قلت يمكن في الانترو لو متابع ان مباراة مصر مش مباراة عادية، مباراة فاصلة في تاريخ منتخب مصر على مستوى اللاعبين على مستوى التاريخ. إن شاء الله نوصل للمرة الثانية على التوالي لكأس العالم. أنت شايف المباراة إزاي، وخاصة إن المنتخب السنغالي كان لسه يعني من أشهر قليلة بنلعبه في نهائي كأس الأمم الأفريقية، شايف إزاي المباراة ديت أجواءها عاملة إزاي، استعداداتنا إحنا عاملين إزاي قبل ما نخش في التفاصيل الفنية؟ والله يا كابتن يعني المباراة مختلفة بشكل كامل عن مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية اللي كانت مقامة في الكاميرون. ماتش مصر والسنغال في الكاميرون كان ليه دوافع مختلفة وظروف مختلفة.
المباراة هنا بوجود 50,000 متفرج أو مشجع للمنتخب الوطني هتكون مختلفة تماما على اللاعبين، وإن كنت أخاف على بعض اللاعبين من مشاركة الجماهير إن هم ما عندهمش خبرة يعني في مشاركة الجماهير في الملاعب، لأن الدوري المصري زي ما حضرتك عارف بدون جمهور بقاله فترة طويلة جدا. مباراة بتحمل طابع مختلف لنفوس اللاعبين المصريين، بتحمل طابع مختلف لواحد زي محمد صلاح عنده هدف الوصول لكأس العالم وعايز يحققه، لواحد زي محمد النني، لواحد زي تريزيجيه. اللعيبة دي يا كابتن لما ترجع بلادها أو لما ترجع أنديتها في أوروبا بيكون ظروفها مختلفة جدا في أن هي تكون في وسط فريقها، أن أنا أهلت منتخب بلادي لكأس العالم، أهلت منتخب بلادي لأكبر بطولة رياضية في العالم. ويمكن محمد صلاح كمان عنده ظروف مختلفة لأنه معاه واحد زي ساديو ماني هو المنافس المباشر ليه سواء في نهائي كأس الأمم الأفريقية أو في التأهل لكأس العالم. زمان يا كابتن كنا بنقعد نتفرج نقول يا ده أوروبا، ده ممكن إيطاليا ما تصعدش فمش هنشوف النجم الفلاني، ده ممكن البرتغال ما تصعدش فمش هنشوف مثلا كريستيانو رونالدو، إزاي هولندا ما تصعدش فما شفناش كذا. دلوقتي العالم بيتساءل هو إزاي ممكن ما يشوفش محمد صلاح في كأس العالم، كل العالم عايز يشوف محمد صلاح في كأس العالم. ده إضافة للبراند والتسويق بتاع كأس العالم وجود لاعب زي محمد صلاح. فالأجواء في مصر مختلفة تماما، اللعيبة على مستوى الخبرة مختلفين تماما، اللعيبة دي حضرت كل حاجة. اللعيبة دي يعني واحد زي أبو الفتوح عنده 24 سنة ولا 25 سنة، عد معايا يا كابتن. طب خليني يا عمر قبل ما نتكلم على اللعيبة وطموحاتها والخبرات كمان، أنا اعتقادي المباريات اللي زي دي كمان لازم يكون في عنصر خبره يكون موجود بشكل او باخر، لكن تعالى انا وانت وسادة المشاهدين طبعا في 5 مباريات على مستوى تصفيات افريقيا، يعني تعالوا نفتكرهم كمان علشان نشوف، وكمان اخد راي عمر في ترشيحاته للي هيوصل كاس العالم ده مهم جدا، لان زي ما بقول لحضراتكم وزي ما قال عمر على مستوى الكره الافريقيه دلوقتي خلاص مش زي زمان، يعني مش زي على ايامي انا، يعني الكره الافريقيه وصولها بيبقى يعني ساعتها كان نيجيريا طبعا والكاميرون بيمثلونا، لكن دلوقتي الامور اختلفت كتير، لعيبه كتيره جدا بتلعب في الدوري او في الدوريات الاوروبيه في التوب ليفل كلها لعيبه افارقه، وزي ما بيقول او عمر بيقول كمان ان الناس حابه تشوف محمد صلاح في كاس العالم، حابه تشوف ساديو ماني في كاس العالم، كلهم نجوم كبار، لكن عايزين رؤيتك كمان انت يا عمر ل5 مباريات يعني، وايه اصعبها وترشيحاتك لبعض هذه المباريات. يعني الماتشات قدامنا على الشاشه طبعا، الكونغو هيلاعب المغرب، مالي مع تونس، الكاميرون مع الجزائر، غانا مع نيجيريا، ان شاء الله منتخبنا هيلعب مع السنغال. خلينا اخد سريعا الكونغو مع المغرب، الاقرب بالنسبه لك للوصول لكاس العالم طبعا من نتيجه المباراتين دي، لسه المباراه الاولى دي المباراه الاولى. الكونغو الديمقراطيه مع المغرب، خليلوزيتش عنده سكواد رائع عبقري، يعني سكواد فيه كل المميزات، عنده 23 لعيب ممكن يغير التاكتكس في الماتش 3 مرات مثلا، ممكن يلعب 4-3-3، ممكن يلعب 4-2-3-1، ممكن يلعب 4-4-2 من كثر التنوع الخبرات اللي عنده سواء الفنيه او على مستوى اللاعبين. الكونغو الديمقراطيه عندها مدرب متمرس في التاهل لكاس العالم وهو هيكتور كوبر، فهيكون ماتش ممتع جدا، لكن اعتقد ان المغرب هي الاقرب على كبيره بالرغم ان الكونغو حاليا بتحط كل العواقب قدام منتخب زي المغرب، يعني مثلا منتخب المغرب ما فيش حد استقبله في المطار، منتخب المغرب خرج ما لقاش الباصات بتاعته موجوده، الباص اللي بينقله من المطار للاوتيل حصلت حاجه مضحكه جدا، وان هم رجعوا ركبوا الباص، الباصين عطلوا مع بعض في نفس المكان فوصلوا متاخر للاوتيل. الاجواء الافريقيه دي، الاجواء الافريقيه دي وطبعا حضرتك حاضر بيها، يعني كانت اجواء غريبه جدا، وبرده منتخب المغرب قدم شكوى رسميه لاستقبال الكونغو الديمقراطيه، فالكونغو بيحط كل العواقب ان هو يحاول يعطل. لكن طبعا المنتخب المغربي كمان خروجه من بطوله كاس افريقيا اكيد في دوافع، خلاص هو الهدف الاساسي دلوقتي الوصول لكاس العالم. طب نتكلم على تونس ومالي، مالي ظهر بمستوى اكتر من رائع في بطوله امم افريقيا، مالي او تونس عندها مشكله اصلا مع مالي على مستوى النتائج. خروج كمان تونس من طبعا كاس الامم، كاس الامم بعد فوز على نيجيريا بشكل مبهر، خرجت في الدور الثمانيه في كاس الامم، وتم اقاله كابتن منذر الكباير وتعاقده مع جلال القدري علشان يأهل المنتخب، وتونس يعني بيعتمد على المدرب الوطني لمنتخب بلادهم. تونس برضو عنده تنوع فني كبير جدا،
عنده نص الملعب بتاعه يعني يأهله كأس العالم مرتاح، لكن في المقابل نص الملعب بتاع مالي برضه يعني من أتقل نص الملاعب في المنتخبات الأفريقية. صحيح. هيكون ماتش فني عالي جدا من محمد مجاسوبة المدير الفني للمنتخب المالي، وتواجد واحد زي أليو ديانج نتمنى ان هو يشارك يعني. هو طبعا أليو ديانج لعيب مميز جدا ولعيب كبير وشارك على اجزاء طبعا في بطوله امم افريقيا، وهم عندهم كمان عندهم سكواد رائع خاصه في نص الملعب، لكن كمان وجود أليو ديانج بيكون ورقه موجوده مع المنتخب المالي. تفتكر الاقرب مين للوصول لكاس العالم، تونس ولا مالي؟ لا تونس بتعرف توصل كاس العالم، تونس الاقرب. طيب مباراه اخرى، ويمكن كل الترشيحات بتقول ان المنتخب الجزائري بعد الخروج المهين من امم افريقيا كل التركيز على الوصول لكاس العالم امام المنتخب الكاميروني. كان في حديث جمعني مع رئيس الاتحاد الجزائري، كنت بتكلم معاه ان انتوا يعني هتلعبوا الكاميرون وانتوا خرجتوا في الكاميرون، قال لي دي ميزه لينا، المكان اللي وقعنا منه نقدر نستفيق فيه او نقدر نطلع تاني منه. وهنا صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني برضو بيلاعب الجزائريين لعبه نفسيه، يعني المفروض ان الماتش ده كان هيتلعب في العاصمه في وانديه، صحيح، ولكن نقلوه دوالا المكان اللي طلع منه على ملعب جابوما، الملعب اللي ما بتحبوش منتخب الجزائر، والمكان اللي طلع منه منتخب الجزائر قعدوهم في نفس الاوتيل اللي كانوا قاعدين فيه. لا ده ناويين كاس الامم يعني. وبيلعبوه في جابوما، والكاميرون يعني الجزائر اعتقد ان هي عندها كل المقومات، الكاميرون مش فريق اللي هو يقدر ينافس الجزائر بالسكواد بتاعها اللي موجود، ولكن بيحطوهم تحت ضغوط اللي هو الارض وحشه والجماهير مش عارف ايه والاستاد ماله والاستاد بعيد، والاستاد فعلا بعيد جدا. كل دي نواحي نفسيه اكيد بالظبط، ولكن مش هتاثر على يعني نجوم كبار للاسف اثرت عليهم في كاس الامم. أو يعني كاس الامم خلي بالك عمر، انا كان ليا وجهه نظر، كاس الامم كان المنتخب الجزائري في اعتقادي ما كانش يعني كان عنده نوع من انواع الثقه الزياده، ده وفوجئ بالاجواء، فوجئ بالهزيمه ثم الهزيمه، فخرج خلاص خرج عن التراك بتاعه. لكن الطبيعي المنتخب الجزائري من افضل المنتخبات الافريقيه، ترشح مين، جزائر ولا الكاميرون؟ لا الجزائر. الجزائر. طيب المباراه ما بين غانا ونيجيريا، ايضا غانا ظهرت بمستوى متوسط او مستوى اقل من المتوسط في امم افريقيا، المنتخب النيجيري بعد العلامه الكامله في دور المجموعات بيخرج من دور الثمانيه، كان علامه استفهام، علامه استفهام كبيره رغم ان هو عنده سكواد رائع. الاقرب للوصول كاس العالم نيجيريا ام غانا؟ هو دي اصعب ماتش في أصعب يعني ماتش. دي اقل مباراه ممكن الجماهير المصريه تتابعها، ولكن هي اصعب مباراه لانها تعتبر ديربي، يعني زي هنا مثلا مصر واي بلد، اي مصر دوله وتونس والجزائر من شمال افريقيا، ده ديربي. غانا والمغرب ونيجيريا يعتبر ديربي هناك، فدي اصعب مباراه. ولكن يعني بعد اقاله المدير الفني لمنتخب غانا وتعيين اوتو اودو اللي هو لاعب بروسيا دورتموند السابق وتولي قياده فنيه جديده، والمنتخب الغاني لسه بيحاول يعني يبني منتخب جديد بعد الخساره الخروج من دور المجموعات في كاس الامم الافريقيه، وبرده يعني ثالث اعلى قيمه تسويقيه موجود في لاعب نيجيريا في منتخب نيجيريا ديندي، في لعيبه كتيره في منتخب نيجيريا قادره ان هي فعلا تكون اوراق رابحه ان هي تتاهل لكاس العالم. طبعا نيجي بقى لمنتخبنا، منتخب مصر ومنتخب السنغال، ومباراه اعتقد هي المباراه الاهم، يعني تشوف كده الجدول الخمس مباريات اعتقد كل الناس منتظره هذا الدويتو او الثنائي محمد صلاح وساديو ماني. انت كنت بتتكلم يا عمر على الخبرات، وبتتكلم على فتوح على سبيل المثال، ان انت خايف ان بعض اللعيبه يكون عندها الضغط الجماهيري او تواجد الجماهير ممكن ياثر بالسلب على ادائها. الجزء الثاني اللي عايز اكلمك فيه هو كيروش بيفكر ازاي في المباراه دي، هل حساباته مختلفه شويه لانك عندك مباراتين، يعني مباراه ان شاء الله بكره ومباراه يوم الثلاث، حساباته هتختلف القايمه وانضمام قفشه تاني للمنتخب المصري، هل ده دليل ان في وقت من الاوقات ممكن كيروش يلعب رقم 10؟ يعني قول لي برضو رؤيتك من خلال القايمه، وتفتكر كيروش بيفكر ازاي في مباراه بكره؟ خلينا نقول من خلال القايمه وعوده محمد مجدي قفشه، هو ما اعتقدش ان كيروش هيلعب
4 2 3 1 هو يلعب برضه 4 3 3، ولكن أفشة عوض اعتزال عبد الله السعيد وتواجد مكان مع عبد الله السعيد في قائمة منتخب مصر، ودي لحاجة مهمة جدا وهو التحول التكتيكي في الملعب لكارلوس كيروش. ممكن في أي سيناريو من سيناريوهات المباراة يحتاج لدور صانع الألعاب ويحتاج لتحول هجومي بشكل معين، فما ينفعش ياخد قائمة كاملة بدون صانع لعب رقم 10 زي محمد مجدي أفشة، وهو يعتبر انضمامه كان يعني متوقع او يعني بعد اعتزال عبد الله السعيد هو الانسب للانضمام في المكان ده. طب انت شايف دونجا مثلا على سبيل المثال كان مفاجاه بالنسبه لك دخوله القائمه؟ احنا بنتكلم كل الاسماء، عمر جابر على سبيل المثال هل كانت بالنسبه لك مفاجاه دخوله القائمه ولا ده ايضا من ضمن التاكتكس والخريطه لكيروش في الفترات اللي جايه؟ عدم وجود محمد شريف على سبيل المثال وعوضا عنه مروان حمدي، هل يديك رؤيه معينه برضو للتكتيك اللي ممكن بيشتغل بيه كيروش؟ شفت ده ازاي برضو؟ بص يا كابتن، نبيل عماد دونجا هو دخل القائمه مرتين احتياطي مع كارلوس كيروش، بس هو بالنسبه وهو لاعب كويس جدا، لاعب كويس طبعا جدا، اللعيبه الموجوده ديت وانا يعني بحبه جدا جدا لانه يعني بحبه جدا في الملعب لانه هو لعيب بيحارب وبيعرف يضغط وبيعرف يستخلص كوره وبيعرف يشوط وعنده مهاره جدا في توزيع الكرات، ولكن ان هو يستبعد مهند لاشين اللي خده معاه كاس الامم الافريقيه وياخد دونجا دي كانت علامه استفهام بالنسبه لي. صحيح. بالرغم ان مهند لاشين ظهر بشكل كويس جدا في الفترات الاخيره في الدوري المصري، كان بينزل، لا كمان حتى في امم افريقيا كان بينزل في اوقات كان صعبه، كان بينزل في اوقات صعبه، ولكن من وجهه نظري ان هو في كاس الامم كان عنده ثغره واضحه في حته فعلا الميد فيلدر المدافع، اللي هو عايز واحد زي دونجا بشكل صريح، اللي هو عايز واحد زي دونجا ينزل يقف في نص الملعب، ينزل يخلص في نص الملعب، لان يعني في كاس الامم الافريقيه في ماتش كان فيه حمدي فتحي مصاب لما جات له الضمه، فحس ان هو ناقصه اللعيب ده لان هو كان عنده اكثر يعني تنوع اكثر من اللعيب اللي عنده صفات مهند لاشين. صحيح. فاعتقد ان هو خد دونجا تعويضا عن طارق حامد. الجزئيه الثانيه محمد شريف، انا ما اعتقدش ان في اي مهاجم في مصر او اي مهاجم تسعه من اللي موجودين في القائمه حاليا او من اللي موجودين في القائمه الاحتياطيه يعوض غياب محمد شريف. محمد شريف يعني ظهر بشكل مؤثر جدا جدا في الفترات اللي فاتت مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي لعب افريقيا، ما نقدرش نقول ان هو لعب على المستوى المحلي. صحيح. لعب افريقيا ولعب افريقيا مع فرق كبيره في دوري ابطال افريقيا، فاعتقد ان محمد شريف ما فيش بديل ليه في اللي متواجدين حاليا بما فيهم مصطفى محمد، لان مصطفى محمد في اعتقادي الشخصي لسه ما ظهرش مع المنتخب الوطني. صحيح. لسه ما ظهرش بالدور البارز مع المنتخب الوطني. محمد شريف يعني مهاجم من نص فرصه بيسجل، وخاصة في الفترات على مصطفى محمد الأخيرة كمان، يعني والاثنين يقدروا يلعبوا جنب بعض في الملعب، لان ده ادواره مختلف عن ده، او ده يعني ده شكله مختلف وستايل لعبه مختلف عن ده، ولكن يعني منو يعني بص احنا كلنا بنساند، احنا كل السبورت، انا كنت لسه هقول لك احنا بنقول كده مش عشان احنا اي لعيب موجود داخل قائمه منتخب مصر احنا سبورت ليه وبنشجعه، وانت افضل لعيب وهو احسن بالنسبه لنا، احسن لعيب في العالم دلوقتي، فكل لكن احنا بنناقش حتى زي ما بقول لك ممكن يكون بيفكر ازاي بالزبط. يعني كيروش ايه اللي بيدور في دماغه بالظبط، ولكن من دماغ كيروش اللي تقريبا قعدت معاه شهر كامل في الكاميرون، اعتقد ان هو اثاره الجدل حوالين محمد شريف اللي هو لا انا عايز اللاعب اللي لو احتاجته 3 ثواني ينزل، هو بيفكر كده، انا عايز مروان حمدي هديله مهم كذا يعملها، انا عايز مروان حمدي هقول له اقف في الصندوق مثلا ما تطلعش هينزل تحت، ما يضغط من تحت هينزل. اوكي. يمكن علشان كده خد مروان حمدي مكان محمد شريف، ويمكن عشان كده فضل مروان حمدي على احمد حسن كوكا. كوكا عامل اداء مبهر في عامل ارقام كبيره يعني جدا، مسجل 8 اهداف تقريبا وصانع 4 اهداف مع نادي، يعني اعتقد ان هو كان اداء كويس جدا، ولكن تفضيل مروان حمدي اعتقد لانه هو طيع في ايده شويه، يقدر يوظفه بشكل كبير. هو عايز الشكل ده، عايز عايز شكل مروان التيب ده، يعني عايز التيب ده، النوعيه دي من اللاعبين، ما يقللش طبعا من محمد شريف ولا من كوكا ولا من اي حد، لكن احنا يعني بنشوف. طب عايز اقول لك، هل مشوار الفريقين من خلال تصفيات ووصولهم للمرحله النهائيه ناخد منه دلاله؟ يعني برضو فريق الاعداد محضر لنا مشوار الفريقين
ناخد منه دلالة على الأقل في بعض الأرقام. يعني طبعا مصر فازت 4 مرات، الكاميرون أو السنغال فازت 5، تعادل مصر تعادلت 2، هم تعادلوا 1، والفرقتين لم يحصلوا على أي هزيمة. مصر ليها 10 أهداف، السنغال ليها 15 هدف، وطبعا على مستوى التهديف ده عليه 4 وده عليه 4. ناخد من رقم 15 ويبقى ليه دلالة إن المنتخب السنغالي هجوميا أفضل كثيرا من المنتخب المصري، ولا أنت شايف الأدوار التمهيدية أو مشوار الفريقين ما بيدلش على دلالة كاملة؟ يعني أنا مشوار الفريقين أصلي، يعني في منتخب مصر اتغير مدير فني كابتن حسام البدري وجي كارلوس كيروش، وده لعب 3 ماتشات وده لعب 3 ماتشات، ده ليه أسلوب مختلف تماما عن ده. فده ممكن لو كان بيلعب على الشكل الدفاعي ده كان بيلعب على الشكل الهجومي أو الهجومي أو السيطرة. احنا عندنا في ماتش ليبيا أنت مسجل 4 أهداف، يعني 3 أهداف خارج الأرض. صحيح. يعني انت من 10 أهداف انت مسجل 3. مستوى المنافسين كمان بالظبط، يعني المجموعه هنا مختلفه عن المجموعه هنا. اليو سي سي تقريبا بقى له حوالي 90 ماتش مع منتخب السنغال. جي كارلوس كيروش كان لسه اول ماتش ليه في تصفيات كاس العالم. فاعتقد ان الدلاله من الارقام بشكل جزئي، ان احنا ناخد الارقام بس لا مش هتدل على حاجات كتير قوي. ولكن ناخد السنغال على حده، يعني السنغال على حده عندها كثافه تهديفيه، 15 هدف في دور المجموعات ده رقم كبير، رقم كويس، يعني رقم كويس في التهديف. عندهم قدره على تسجيل الاهداف في كل المباريات، برغم ان احنا ما شفناش ده في كاس الامم. السنغال في كاس الامم اتاهلت من هدف واحد من ضربه جزاء في الدقيقه 92، ولكن في التصفيات، وده برده بيكون على حسب المنافسين ليهم في دور في المجموعات قبل مباريات البلاي اوف. على مستوى زي ما انت بتقول، وهاخد من كلامك ان في فرقه تعرف توصل كاس العالم، يعني انت قلت ان المنتخب اعتقد المغربي قد يعني يوصل كاس العالم. على مستوى الوصول لكاس العالم احنا وصلنا 3 مرات، المنتخب السنغالي 2. الحته ديت هتبان من خلال الماتشين، ثقافه الفوز في المباريات الاخيره او المباريات الهوم اواي تفرق معانا بشكل كويس. هل المنتخب السنغالي عنده اولويه في الجزئيه دي قبل ما نخش في تفاصيل فنيه؟ ده اللي كنت عايز اقول لحضرتك، خبره المنتخب المصري وصلت لايه؟ اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في منتخب مصر عدت عليها كل حاجه. صحيح. اللعيبه دي حضرت جيل ال 6-1 في الماتش الذهاب والاياب بتاع غانا. حضرت التاهل بشكل كامل من دور المجموعات وراحت فيها روسيا 2018. حضرت عدم التأهل لكأس الأمم الأفريقية، وحضرت التأهل لكأس الأمم الأفريقية والوصول لمرحلة للنهائي. صحيح. عندك لعيب زي أبو الفتوح عنده 25 سنة أو 24 سنة، عد معايا، لعب كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، لعب أولمبيكس، لعب كأس أمم ووصل للنهائي، كأس أمم للكبار ووصل للنهائي، ولعب دوري أبطال أفريقيا بشكل كامل مع نادي الزمالك. فعنده الخبرة ما تؤهله، وده عنده 25 سنة. وعلى كده بقى، يعني انا جبت فتوح اصغر واحد، على كده خد النني، حضر من اول جيل ابو تريكا وبعد جيل 2010، النني بيلعب في المنتخب من 2011. صحيح. عمرو السوليه 2 دوري ابطال افريقيا ورا بعض، محمد صلاح طبعا حدث ولا حرج، يمكن اقلهم هو قفشه محمد على المستوى الدوري، محمد مجدي قفشه ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم، يمكن هو دول الاقل في الخبرات الدوليه او خبرات الذهاب والاياب او خبرات ازاي اقدر اشيل نفسي او رجليا تشيلني وقت السيناريو ما يختلف، وقت ما يدخل فيا جون انا لسه عندي ماتش. صحيح. كمان يعني كان في حوار عمري ما نسيته مع محمد النني بعد ماتش 6-1، كان تقريبا غانا جابت الجون الاول وبعد كده جابت الجون الثاني وبعد كده منتخب مصر جاب جون، بقت 2-1 النتيجه. فبيقول لي يعني احنا رحنا ناخد الكره بقى من الشبكه وعايزين نحطها في نص الملعب علشان نحاول نتعادل بسرعه 2-2 وكنا بنلعب بره. قال لي لما بصينا على الناس الكبار كده ابو تريكا لانهم بيحتفلوا عند الكورنر، فقلنا ليه يعني هم بيحتفلوا ليه، ده احنا خسرانين ولسه في ماتش. فبيقول لي لا دلوقتي الخبره مختلفه تماما، دلوقتي انت عارف يعني ايه ذهاب واياب، عارف ان انت نتيجه 2-1 بره ارضك دي ممكن تساعدك في ان انت تتاهل من على ارضك. فلا اللعيبه دي عندها دلوقتي الخبره الكامله. في المقابل منتخب السنغال قدر ان هو يتاهل لكاس العالم 2018 وعمل نتائج كويسه جدا في كاس العالم 2018، وعندهم الخبره الاوروبيه اللي تاهلهم لكاس العالم قطر 2022.
ولكن هل الخبرة الأوروبية هتنفعهم في المنافسات الأفريقية؟ أجواء يعني مختلفة تماما، أجواء مختلفة تماما. يعني عندهم ال 11 لعيب بالدكة بيلعبوا في أوروبا، بس هل ده مش هيأثر عليهم؟ لا هيأثر عليهم. ثقافة أفريقيا مختلفة، ثقافة أنهم يلعبوا على أرضهم في وسط جماهيرهم مختلفة، مش هيعيشوها زي اللي عايشينها، مش هيعيشوها زي اللي عاشوها قبل كده. صحيح، هي دي الفكره، دي المختلف. وبص يا كابتن هاني، كل الناس، انا عندي عشم كبير جدا للمنتخب بتاعي. انا متفائل والله، ولكن انا متفائل. كل الناس بتتكلم اصل عندهم محترفين، اصل عمر ما المنتخب المصري لعب منتخب افريقي وكان عنده محترفين اكتر. غينيا بيساو كانت كلها محترفين ما عدا لعيب واحد بس كان محلي. غينيا بيساو يا كابتن كانوا كلهم بيلعبوا في بلجيكا وفي فرنسا. لا بص، هو طبعا على مستوى التوب ليفل هم كل المحترفين عندهم بيلعبوا في التوب ليفل، يعني بيلعبوا في كل الانديه التوب ليفل. دايما نفتكر 2006 ان المنتخب المصري ما كانش فيه محترفين وكسب وخد بطوله 2006. عايز اخدك لجزئيه تانية، وانا باخد من نبض الناس ان هم يعني الناس قلقانه من الشكل الهجومي، يعني الناس قلقانه من الحاله الهجوميه والجزء الهجومي لمنتخب السنغال. عندهم هجوم بشكل، عندهم ثلاثي هجوم رائع، عندهم باكين بيطيروا بشكل اكتر من رائع. ازاي نتعامل مع ده؟ يعني ازاي كروش من خلال وهو بيتفرج على منتخب السنغال اكيد كان ليه رؤيه للمباراه النهائيه في نهائي بطوله امم افريقيا. انت شايف ازاي نتعامل مع الجزئيه دي، الاندفاع الهجومي والكثافه الهجوميه للمنتخب السنغال؟ بص يا كابتن، هو اليوسي سي بيلعب 4-3-3، 4-3-3 بيطير فيها الباكين بنصار وسيس، وساديو ماني بيديله حريه حركه سواء ان هو يروح لمركز 10 تحت راس الحربه او ان هو يفضل على مركز الهاف. اول حاجه عندهم ميزه كبيره جدا في لعيبه نص الملعب، سواء شيخو كايوتي او مندي او جاي، ان انت تضغط على لعيبه نص الملعب دي من قبل ما يحضروا الكوره. هو ده المهم، ان انت تفقدهم تركيزهم وتضغط عليهم سواء بالنني وحمدي فتحي او عمرو السوليه. هو ده اهم حاجه، ما تخليش منتخب السنغال يعرف يقدر يحضر كوره في نص ملعبك. لا، انت تضغط وتعمل ضغط عالي. ليه؟ لان لما تطير الباكين وبنقل الكوره من لعيب زي مندي ليستر سيتي جاي باريس سان جيرمان شيخ كايتي كريستال بالاس، عندهم ميزه رهيبه في نقل الكوره للثلث الاخير من الملعب. ساديو ماني لما بيتحرك بيروح لقلب الهجوم بيعمل خلل في المنظومه الدفاعيه للفريق المنافس، وبيحصل ترحيل للدفاع. ليه؟ لوجود ساديو ماني. فهنا انت قبل ما الكره توصل للثلث الهجومي بتاعهم لازم لعيبه نص الملعب تضغط، يعني ومهام معينه للعيبه نص انت الملعب. انت بتتكلم ان احنا ما نديهمش الفرصه ان هم اوريدي يستحوذوا في نص الملعب، وبالتالي بالزبط. عندهم القدره ان هم يوصل الكره بشكل كويس للثلث الاخير او الثلث الدفاعي بتاعنا. خلي بالك دي جزئيه مهمه جدا، عمليه الضغط العالي. لكن كمان خلي بالك لما انت بتضغط ضغط عالي بيبقى عندك مساحات وعندك فراغات في ظهر حتى خط النص بتاعك. بوجود سيس كظهير ايسر اعتقد ان هو مفتاح لعب كبير جدا جدا مع انضمام ماني، وشفنا الكلام ده على فكره في المباراه النهائيه، ان لو ما خدش سيس خد الكوره في الجزء الفاضي هيستلم ساديو ماني، وساديو ماني لو استلم الكوره معلوش ضغط ممكن يعمل خطوره. ايه دور الثلاثي نص الملعب؟ مهم جدا تقول لي اولا تفضل مين، تفضل البدايه بحمدي فتحي ولا البدايه بزيزو، يعني نلعب بالنني عمرو السوليه حمدي فتحي، ولا نبدا بشكل هجومي اكتر شويه وزيزو عنده مرونه شويه في الحاله الدفاعيه والهجوميه؟ لا احنا انا افضل بالنسبه لي البدايه بحمدي فتحي والنني وعمرو السوليه. لاسباب لا ادوارهم ايه؟ ادوارهم انا مش هحطهم في الملعب وخلاص. بالظبط، ليه ادوارهم ايه؟ واحد زي حمدي فتحي، حمدي يضغط ويستخلص كوره. عمرو السوليه يكون جزء تحويل الهجمه من الدفاع للهجوم، ويقدر يمسك كوره ويظهر لزمايله في قلب الملعب، ويقدر هو اللي بيكون بيحاول الهجمه من الدفاع للهجوم. انني بيدعم خط النص في نقل الكوره وفي توزيع الكوره على المهاجمين. صحيح، هو دي الفكره، ان انت هنضغط ازاي. طب لو حمدي ناحيته الكوره او بيضغط ناحيته، مين اللي هيغطي وراه؟ دي اللي هتتلاشى بعدها
فكرة المساحات اللي حضرتك بتقول عليها، اللي هو لما نضغط او ايه مهام لعيبه نص الملعب بالظبط مظبوط، بعدها مش هيبقى في مساحات في ظهر لعيبه نص الملعب او قبل التلت الاخير من الملعب في الدفاع. ولما تضغط على مندي، لما تضغط على جاي او كايوتي وما تخليهمش يطلعوا بالكوره، هتبتدي انت تخلق مساحات للاعيبتك انت او تحركاتهم بدون كوره. بالظبط هتبقى اقرب انت كل ما بتقطع الكوره. وده الضغط العالي. وميزه الضغط العالي ايه؟ هو برضه عشان الناس تفهم الضغط العالي، انا الميزه عندي ان انا اولا بمنع بدايه الهجمه، الجزء الثاني ان انا بوفر مجهود كبير جدا لفرقتي، ان انا لو قطعت الكره ان انا اوريدي وصلت للجزء الثالث للمنافس، يعني مش لسه مش هبني هجمه واعمل هجمه عشان اوصل للتلت الاخير. وبالتالي الضغط العالي، وشفناه يعني على سبيل المثال شفنا الضغط دوت من برشلونه امام ريال مدريد قد ايه كانوا بيضغطوا ضغط عالي، وبالتالي كان دايما عندهم شيء كبير من الخطوره على مرمى ريال مدريد. وازاي انت مرحل الملعب؟ يعني مثلا بوسكيتس عنده 34 سنه وكان بيضغط طب ازاي كمل ال 90 دقيقه؟ ازاي كمل المباراه؟ لا ما هو في اجزاء في انت مرحل الملعب، في اللي ورا بوسكيتس ازاي مغطي المربع بتاعه عشان بوسكيتس طلع قدامه. فهنا حمدي فتحي لما يكون موجود ومع النني ومع السوليه وبيقدروا ينقلوا الكوره من معايا عمر ارقام، طبعا ارقام كارلوس كيروش مع المنتخب المصري واليو سيسي مع المنتخب السنغالي، طبعا عدد المباريات فرق كبير جدا. طبعا اليو سيسي يعني عدد مباريات كبيره 18 كيروش 71 لسيسي، الفوز 12 كيروش ل 46 لسيسي، تعادل 2 16، هزيمه 4 9. برضو نتكلم على موضوع الاهداف، الاهداف له 38 كروش. طبعا اليو سيسي عشان عدد مباريات كبير عنده 122 هدف، لكن كروش 22 جول عليه، وحقف عند ديت 18 مباراه 22 هدف. ده يدينا جرس انذار شويه للحاله الدفاعيه لمنتخبنا يا عمر. طبعا عندنا مشكله كبيره في بالرغم ان احنا منتخب مصر على المستوى الدفاعي كان دايما في صلابة دفاعية مع كل المدربين السابقين للمنتخب الوطني، ولكن تشوفها ازاي رغم يعني كل لعيب على حدة؟ بنتكلم فتوح باك شمال لعيب كويس جدا، الناس بتقول ان هو دفاعيا اقل شويه من هجوميا، هجوميا بشكل افضل. لو اتكلمنا على الونش مدافع من افضل المدافعين في مصر، اتكلمت على محمد عبد المنعم فورمه ولا اروع، نتكلم على الباك اليمين ممكن نتكلم حالة دفاعية شوية لعمر كمال أقل من الحالة يعني أقل من الحالة الهجومية، عمر جابر كذلك ممكن يكون هجوميا أفضل من دفاعيا. فأنت شايف الدفوع في خط الدفاع ولا الناس اللي قدامه؟ نتكلم على الديفندر اللي قدامه هو اللي عامل يمكن بالظبط عدم الثقة شوية في الحالة الدفاعية بتاعتنا. الدفوع في المنظومة، منظومة الدفاعية للفريق كله، في المنظومة الدفاعية للفريق كله، و بوزيشن المدافعين في الملعب. في وجود مثلا لعيب زي احمد حجازي، انت دايما بتشوف طريقه كلامه معاهم او طريقه تنبيهه ليهم في قلب الملعب. وحضرتك يعني حضرتك اللي احسن يعني حجازي يعني من ولادي وليدر، بيقدر يتكلم بشكل تقدر تطول المدافع اللي جنبك، تقدر تمسك المدافع اللي جنبك، تقدر تطلع المدافع اللي جنبك بشكل كويس، وتكلم نص الملعب اللي قدامك، وتكلم نص الملعب وضغط نص الملعب بشكل معين على المهاجمين او على نص الملعب الخصم بيفرق كتير جدا في الاهداف اللي بتتسجل عليك. فلكن رقم 22 هدف في 18 مباراه ده كتير جدا، عمر ما المنتخب الوطني استقبل كم الاهداف ده في عدد المباريات القليل ده جدا. هنكمل معاك يا عمر بس نطلع فاصل سريع، ولسه لينا كلام كتير وان شاء الله كل توفيق لمنتخبنا بكره، كلام كتير مع عمر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، وما زال الحوار مستمر على طبعا التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم ومشوار ان شاء الله منتخبنا للوصول لكاس العالم. خلاص الخطوات الاخيره تبدا بكره باذن الله امام المنتخب السنغالي. عشان نتكلم اكتر عن الكره الافريقيه معانا واحد من نجوم الكره الافريقيه على مستوى عالي جدا واسطوره من اساطير كره القدم الافريقيه، محمد سيكو طبعا اللاعب المالي، طبعا احد اساطير الكره الافريقيه واللاعب للاعب تقريبا لكل الدوريات الاوروبيه الكبرى. لو اتكلمنا على الدوري الانجليزي في ليفربول، في اسبانيا مع طبعا فالنسيا، بنتكلم على فرنسا مع باريس سان جيرمان، لو في ايطاليا على مستوى اليوفنتوس. محمد طبعا بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، مشرفنا ومنورنا.
مساء الخير على الجميع. مساء الخير، انا رمزي. اهلا بيك، منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي. لعيب كبير عندك خبرات كبيره جدا جدا، نحب نسمع رايك وتوقعاتك للمنتخبات ومشوار المنتخبات الافريقيه للوصول لكاس العالم. عندنا خمس يعني مباريات كبيره جدا ما بين منتخبات كبيره. عايزين نبدا مباراه مصر والسنغال، توقعاتك لمباراه مصر والسنغال، ومين ان شاء الله اللي هيكون لي شرف الوصول لكاس العالم القادمه في قطر 2022؟ بالنسبه لي مباراة مصر والسنغال تعتبر أهم مباراة في التصفيات الأفريقية، وستكون مباراة هامة لأن منتخب مصر لديه ميزة أنه سيلعب غدا أمام جماهير منتخب مصر التي ستملأ جنبات ملعب القاهرة، وهذه ميزة لأن لعبت في مصر وأعرف قيمة المنتخب المصري عندما يلعب أمام جماهيره. كنت في أمم أفريقيا في مصر وأعرف قيمة الجمهور المصري. نقطة قوة إيجابية يجب أن يستغلها المصريين غدا اللعب أمام الجمهور. ما فيش شك طبعا اللعب في استاد القاهره، كنت لسه بتكلم لي رهبه كبيره جدا قبل ما اكلمك يا محمد عن العلاقه او الدويتو وجود محمد صلاح مع ساديو ماني في مباراه كبيره زي مباراه السنغال ومصر للوصول لكاس العالم. عايز برضو اخد رايك في الاربع مباريات الاخرى، على سبيل المثال بنتكلم على منتخب الجزائر والكاميرون، شايف مين الاقرب للوصول لكاس العالم من خلال منتخبين كبار زي الجزائر والمغرب والجزائر والكاميرون؟ اسف. بالنسبه لي خمس مباريات كل مباراه اهم من الاخرى. بالنسبه لي اتمنى توفيق لمنتخب مالي لان لدينا رغبه ولدينا حماس للعب المونديال، لان للاسف رغم كان المنتخب مالي لديه العديد من الاساطير لكن لن نلعب مباراة كأس العالم. أنت أيضا يعني رمزي برغم كنت منتخب قوي ولديكم منتخب عظيم في مصر لم تلعب أيضا كأس عالم، ونحن متحمسون لرؤية المباراة أمام تونس. كنت طبعا لسه أكلمك طبعا على يعني أنا لعبت كأس عالم الحمد لله، لكن أنت كمان كنت موجود في جيل عظيم من اللعيبة وما كانش لكم شرف الوصول لكأس العالم. توقعاتك وإيه اللي بيميز دلوقتي المنتخب المالي للوصول لكأس العالم؟ أنت شايف الفروق الفنية والفروق الفردية ما بين جيل عظيم ما وصلش كأس عالم وجيل يسعى للوصول لكأس العالم؟ أوجه الاختلاف سهل جدا. أنا أتحدث على منتخب مالي. بالأمس أو في الماضي أو في السنوات الماضية كان لدينا فريق كبير وعظيم، لكن للأسف لم نحظى باللعب المونديال. كانت خيبة أمل لمنتخب مالي، لكن الآن هناك لدينا المواهب الكبيرة في مالي، لاعبين عظماء يلعبون في الدوريات الأوروبية، لديهم ثقة في أنفسهم. وإذا ما تحدثنا عن الثقة لديهم الروح. هذا ليس يعني أننا ليس كنا لدينا روح، لكن الطموح أكبر، لأن اللاعبون الآن لديهم أصدقائهم في المنتخبات الأوروبية ويريدون أيضا أن يلعبوا في المحفل. لكن أعتقد أن مالي الآن أكثر روح وأكثر شغف للعب كأس العالم أكثر من الجيل الماضي. وطبعا لما نتكلم على المنتخب المالي أكيد أليو ديانج نجم النادي الأهلي ونجم المنتخب المالي، شايف ازاي طبعا أليو ديانج من يعني هو اكثر اللاعبين سعرا في اللاعبين الافارقه على مستوى القاره الافريقيه، شايف ازاي مشاركه أليو ديانج في امم افريقيا اللي فاتت، وشايف ازاي ادواره في المنتخب المالي للوصول لكاس العالم؟ أليو ديانج يعمل عمل عظيم مع النادي الأهلي، فاز بالعديد من البطولات، يلعب مع لاعبون عظماء داخل الفريق الأحمر. ساعده أليو ديانج بالظهور بهذا المستوى، لأن ديانج يلعب في دوري قوي الدوري المصري، لكن الأهلي يعتبر أقوى نادي في مصر، وهذا يعني ان الاهلي لديه لاعبين كبار. ساعدوا أليو ديانج في الظهور بهذا المستوى، لان ديانج ليس وحده فقط، واعتقد ان ديانج سيحظى بعقد كبير في الايام القادمه قد يخرج من مصر. على مستوى نرجع لمباراه طبعا مصر والسنغال، وهاخد من طبعا مباراه مصر والسنغال اكيد هنتكلم على نجمين كبار بحجم محمد صلاح افضل لاعب في العالم حاليا وساديو ماني. محمد، بوجودك في الدوري الانجليزي ولعبك لليفربول، شايف ازاي
تعاقد محمد او تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول الفترات اللي فاتت، واللي انت شايفه هل انتقال محمد صلاح خارج الدوري الانجليزي او تجديد تعاقد محمد صلاح في الفتره اللي جايه؟ بس اسبريم يو كومو سونو تيفوزو دي ليفربول. انا عاشق لليفربول واتمنى ان يبقى محمد صلاح في ليفربول. بالنسبة لي محمد صلاح ساعد ليفربول في الفوز بعديد من البطولات، وصعب تعويض محمد صلاح بالنسبة لإدارة الريدز، ومن خلالكم أتمنى أن يستمر محمد صلاح في ليفربول. فعدم لو عدم استمرار محمد صلاح في ليفربول، شايف محمد صلاح فين؟ وخاصة وحنقل ده ليه، يمكن بعض التقارير الأخيرة بتقول اهتمام كبير جدا من اليوفنتوس الكرة الإيطالية محمد صلاح طبعا من خلال وجوده في فرونتينا وفي روما. هل شايف ان اليوفنتوس هو المناخ الأفضل في حالة عدم تجديد محمد صلاح مع ليفربول، وجوده في اليوفنتوس يكون هو الخطوة الأنسب لمحمد صلاح دلوقتي؟ بالنسبة لي هناك العديد من العروض التي تنهال على محمد صلاح. بالنسبة لي الحقيقة وأقوى شيء وأهم شيء وأفضل شيء، إذا لم يجدد صلاح عقده مع ليفربول، برشلونة سيكون الخيار الأفضل لمحمد صلاح. أتمنى أن أراه هناك. أنا بتفق معاك في الجزئية ديت، لكن خلينا بما أنك طبعا لعبت لليوفنتوس فترات رائعة، إيه اللي بيحصل في اليوفنتوس؟ اليوفنتوس على مستوى دوري أبطال أوروبا بينهزم بثلاث أهداف للا شيء أمام فياريال، الدوري الإيطالي لم يعد منافسا بقدر كبير، إيه اللي بيحصل في اليوفنتوس من خلال تواجدك ومتابعتك للكرة الإيطالية؟ بالنسبة لي عهد سيء لليوفي، 7 و8 سنوات اليوفي سيطر على الكرة الإيطالية بالطول والعرض، فاز بالسيريا، واعتقد ان عهد اليوفي الان انتهى، ويجب ان تعلم كلمة انتهى. إدارة اليوفنتوس يجب ان تغير من سياستها. اليوفي بدأ يفرط في النجوم، واعتقد ان في الميركاتو القادم يجب ان يقوم انيلي ويقوم اداره اليوفي بعمل ميركاتو قوي من اجل ان يعود اليوفي الى الواجهه كالاول. انا بتفق معاك تماما، لان الوضع الطبيعي في اليوفي كان دايما منافس، وكان قليل جدا جدا ونادرا ما يخرج اليوفنتوس من دوري ابطال اوروبا بهذه النتيجه على ارضه والهزيمه امام فيا ريال. ده يجرنا لدوري ابطال اوروبا، من خلال متابعتك شايف مين الفريق الافضل على مستوى دوري ابطال اوروبا، وخاصه في على مستوى الكره الانجليزيه في فرق كبيره على مستوى الكره الاسبانيه، وانت كمان كنت نجم في الكره الاسبانيه من خلال تواجدك في فالنسيا، مين الاقرب للحصول او خلينا نقول للوصول للمباراه النهائيه في دوري ابطال اوروبا؟ بالنسبة ليك هناك العديد من الفرق المرشحة للفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن مانشستر سيتي يلعب كرة عظيمة، لكن بالنسبة لي أقوى فريق في أوروبا هو بايرن ميونخ. كرة قدم ألمانية عظيمة، يقدمون أداء قوي ويقدم أداء عظيم. بايرن ميونخ قد يلعب النهائي، واعتقد أن بايرن ميونخ من وجهة نظري مرشح للفوز بالشامبيونز ليج. عايز ارجع تاني ونسيب اوروبا ونرجع تاني لنادينا النادي الاهلي والكره الافريقيه. انت شايف ازاي معظم اللعيبه الافارقه اللي بيجوا النادي الاهلي بيتطور مستواهم بشكل كبير، بيبقى انضمامهم للمنتخب منتخب بلادهم بشكل كبير، شايف او شفت ازاي النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت وتمثيله على المستوى الدولي من خلال كاس العالم للانديه؟ عندما نتحدث عن الأهلي نتحدث عن شيء كبير، فريق يتم مساواته بالريال مدريد وفرق أوروبا العظيمة، وهذا طبيعي. عندما يصل أي لاعب إلى النادي الأهلي سيصبح لاعب كبير، لأن الأهلي فريق كبير
واعظم فريق في افريقيا، وهناك العديد من اللاعبين الذين مروا على النادي الاهلي، وانا سعيد لان الاهلي هو فريق افريقي يصنع الحدث ويعتبر فخر لقاره افريقيا وللوطن العربي. ما فيش شك طبعا الاهلي بيدي مثال ونموذج رائع للانديه على مستوى افريقيا. خليني اكلمك، وبما ان انا كنت لعيب في البوندسليغا ولعبت في الدوري الالماني، هل كان في يوم من الايام كنت تتمنى ان تنضم للدوري الالماني؟ احنا عرفنا لعبت في كل الدوريات الكبرى ما عدا الدوري الالماني. شايف برضو الدوري الالماني ازاي، وليه ما روحتش في يوم من الايام او لعبت في احد الانديه طبعا على راسهم بايرن ميونخ او دورتموند؟ يعني من خلال قناة الأهلي، وهذا من خلالك هاني، تم عرض علي بايرن ميونخ في يوم من الأيام، لكن فضلت عرض باريس سان جيرمان وانتقلت إلى فرنسا وفضلت إيطاليا، وللأسف لم ألعب للبوندسليغا لأن كنت سعيد في إيطاليا وفي إنجلترا، لكن البوندسليغا يبقى أحد أقوى الدوريات في العالم. سيسو بتكلمك وأقول لك توقعاتك لمباراة بكرة. إحنا عارفين طبعا الوصول كأس العالم من مباراتين، لكن عايز أعرف توقعاتك لنتيجة مباراة بكرة مصر والسنغال. الحقيقة فريقين أقوياء جدا، لكن بالنسبة لي مباراة غدا مصر ستفوز، صلاح سيصنع الحدث غدا، وأتوقع 2-0 المنتخب مصر. يا رب يا رب إن شاء الله يكون يعني كده فيه الخير إن شاء الله. وبمناسبة كمان صلاح، أخيرا عايز أكلمك على محمد صلاح وعدم حصول محمد صلاح لغاية دلوقتي على جائزة أحسن لاعب في العالم. هل وجود محمد صلاح في كأس العالم القادمة أو إن شاء الله وصوله لكأس العالم تكون خطوة كبيرة لتتويج محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم لهذا العام أو لهذا السيزون؟ بالنسبة لي حقيقة الأمر كنت حزين وتعصبت عندما شاهدت بالون دور وصلاح غير موجود، صلاح لم يأخذ مركز كبير، لكن بالنسبة لي عندما شاهدت الحفل تحدثت مع نفسي وقلت كيف أن مومو صلاح وماني من أفضل ثلاث لاعبين في أفريقيا والعالم، لكن كما قلت هاني إذا فاز صلاح مع منتخب مصر وتأهل للمونديال سيكون الأقوى في العالم وسيحصل على الجائزة. طبعا وصول محمد صلاح للحصول على هذه الجائزة أكيد ما بيكونش جائزة لمحمد صلاح بس، لكن جائزة يمكن تشرف بحصول عليها. طبعا يعني بنتكلم على نجوم كبار على مستوى العالم، تكون شرف كمان للكرة الأفريقية. وهاخد من دوت وأقول لك الفروقات على مستوى الكرة الأفريقية حاليا، ونتكلم على العهد أو من خلال وجودك في الكرة الأفريقية شايف الفرق إزاي الكرة الأفريقية. هل في تقدم كبير في الكرة الأفريقية أم لسه ما وصلناش للفظ العالمية بشكل متكامل؟ يعني عندك حق، الأمر اختلف. أنت كنت يا هاني تلعب في الكرة الأفريقية في الماضي وتعلم الفوارق وتعلم الاختلافات. كنا نعاني في السفر وكنا نعاني في الإمكانيات، لكن في حقيقة الأمر في الماضي كان الأمر مختلف وكنا نعاني معاناة قوية، لكن الآن أصبحت أكثر تطور وأصبحت أكثر تقدم. وبالنسبة لي مصر كانت أعظم دولة في أفريقيا ولديها بطولات وما زالت. طبعا في النهاية أولا بنشكرك شكرا جزيلا، ونورتنا وشرفتنا على قناة نادي الأهلي. طبعا نجم كبير بحجمك وتواجده معنا، نتمنى كل التوفيق ليك. عايز أسألك دلوقتي بتاع يعني هل مرتبط بشغل خاص بكرة القدم أم بعدت تماما عن كرة القدم؟
الآن أنا أكتشف المواهب الأفريقية ولدي وكالة أذهب دائما إلى جميع دول أفريقيا من أجل اكتشاف المواهب لأن المواهب الأفريقية لدينا العديد من المواهب وعندما تكون لاعب كبير سوف تقوم باكتشاف اللاعبين الكبار لدي وكالة كبيرة لتسويق اللاعبين وأنا الآن مهتم جدا باكتشاف النجوم الأفريقية وتطوير الكرة في مالي أهم شيء بالنسبة لي وأنا بقول لك لخدمة بلادي وأنا بقول لك تعالى مصر وفي مصر هتبقى يمكن من أفضل يعني وكلاء اللاعبين في العالم باكتشافك عندنا مواهب كتيرة جدا جدا في مصر فطبعا بنتمنى لك التوفيق في مسيرتك الجديدة نورتنا وشرفتنا طبعا شكرا جزيلا لتواجدك معنا شكرا وتحية للجميع وحظ سعيد لمنتخب مصر شكرا جزيلا شكرا جزيلا طبعا الاسطوره بنتكلم على لعيب بقول لك على مستوى عالي جدا ولعب في الدوريات الاوروبيه كلها وبنتكلم على مصر بهذا الشكل طلعت من الحوار ده بايه على مستوى محمد صلاح مستوى الكره الافريقيه يعني حللت اللقاء ازاي ده عمر لا ده عايز حلقات عشان نحلله فيها بالظبط لان المستوى الكره الافريقيه يعني نشوف الاتحاد الاوروبي ازاي بيتعامل على مستوى الاستقلاليه عن الفيفا وهتشوف الاتحاد الافريقي ازاي بيتعامل على مستوى الاستقلاليه عن الفيفا ونعرف مستوى الكره الافريقيه هيفضل كده على مستوى محمد صلاح ليفل وصل لليفل غير مسبوق في الكره العالميه يعني محمد صلاح خلاص خطوات ويفضل ويكون موجود في مكان ثابت في احد اساطير مثلا احد 10 اساطير الكره في العالم يعني بعد كده هنقول بيليه ومارادونا وميسي ورونالدو جورج ويا وصلاح على مستوى المنتخب المصري او على مستوى مصر اكتشفتها اول ما رحت افريقيا مصر كبيره قوي يا كابتن مصر بلد لا يعني مصر بالنسبه لاي فريق في افريقيا هي الاقرب للفوز باي اسم موجود في الفريق بمجرد تيشيرت منتخب مصر لما بتروح وبتسافر بتحس بده بتشعر ان لا يعني دايما احنا يعني جوه بلدنا ما بنحسش بقيمه بلدنا طول ما احنا جواها تخرج بتلاقي لا الناس بتحترم الكره المصريه والمنتخب المصري بشكل كبير جدا جدا يعني هنتكلم لسه عندنا حاجات كتير خاصه تصفيات كاس العالم حتى على مستوى اوروبا نطلع فاصل سريع والحوار متواصل مع نجمنا النهارده الناقد الرياضي عمر صبحي فاصل ونواصل اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف كنا بنتكلم على طبعا منتخبنا المصري ان شاء الله اللي بكره عنده لقاء تاريخي مع المنتخب السنغالي واتكلمنا على الخطوه الاخيره للتصفيات الافريقيه للوصول لكاس العالم وكان معانا محمد سيسيكو طبعا نجم المنتخب المالي وقد ايه كان لقاء اكتر من رائع طبعا واشاد بمحمد صلاح بشكل اكتر من رائع كمان اشاد بالمنتخب المصري بشكل اكتر من رائع فطبعا كان لقاء مميز جدا وطبعا بشكر كل الاعداد طبعا فريق الاعداد عندنا فريق مميز في المحترف وخاصه طبعا على سبيل الترجمه اسلام لوكا اللي بيقوم بمجهود اكتر من رائع بشكره لوكا اسلام لوكا بيقوم بمجهود اكتر من رائع عمر لسه طبعا مع مصر وعايزين نعرف الحسابات بقى المدربين يعني بتكلم على أليو سيسي ده بيتكلم على استقرار كبير جدا مع المنتخب السنغالي في اختلاف في الكور يعني في المدرسة نفسها ما بين كوروش وأليو سيسي هل في اختلاف في حتى تطبيق 4-3-3 بتطبق بشكل مختلف على جميع المستويات هل في يعني مقارنة كده سريعة ما بين المدرستين دول كيروش وسيسي هما الاثنين بيلعبوا 4-3-3 صريحه لكن كيروش ما بيطيرش الباكات زي أليو سيسي أليو سيسي عنده الباكات طايرين فوق نص الملعب بيضغط بشكل كبير جدا على حامل الكوره باثنين لاعبين كيروش بيفضل ان هو يضغط كمنظومه مش كلاعيبه بيضغط اوكي كيروش ما بيحبش يضغط بالثلث الاخير الملعب أليو سيسي بيحب يضغط من عند حارس المرمى ضغط عالي ضغط عالي كيروش لا أليو سيسي عليه ضغوط اعتقد اكتر من كيروش لان أليو سيسي اكتر من كيروش طبعا أليو سيسي راجل لسه متوج ببطوله كاس الامم الافريقيه على حساب نفس الفريق مع منتخب بلاده ما يشفعلوش حتى لو عدم وصول لكاس العالم على الاقل الراجل واخد بطوله افريقيا
ده ما يشفعلوش. كروش طبعا لسه يعني ما بقالوش كتير مع المنتخب المصري، ولكن هو جاي عشان دي، يعني جاي عشان يوصل بمصر لكاس العالم. كروش لو طلع وروح ايه اللي هيحصل؟ هيتفرج على البرتغال وايطاليا في الملحق الاوروبي وخلاص. هنجيله. لكن اليو سيسيلا وروح مش هيدخل السنغال. مش هيخش. اه كابتن، قابلت حد سنغالي في الكاميرون كان بيقول لي للدرجات. اه لا ان هناك انت خلي بالك انت كده كمان يعني هنشرح من دوت من كلامك الاجواء هتكون كمان ايه يوم الثلاث. انت بتتكلم على المباراه الثانيه هناك، وانت بتتكلم على مدير فني واخد بطوله امم افريقيا لا ما وصلش كاس العالم مش هيقدر يخش السنغال، فتخيل كمان الاجواء المشحونه هتكون عامله ازاي هناك يعني. بالظبط. لا هم السنغال والسنغال عندهم ان هم كسبوا مصر في كاس في نهائي كاس الامم الافريقيه، دي طفره، دي حاجه عظيمه يعني. يعني كانوا بيقولوا انتوا لاعبين ثلاث مباريات باكسترا تايم صحيح، واخدين يوم زياده، يوم زياده يعني يوم اقل مننا راحه، وعندكم لعيبه مصابه اكرم توفيق وحجازي ويوي، وعندكم لعيبه مصابه، هنكسبكم امتى؟ وهم فعلا عندهم دلوقتي احسن فريق، احسن فريق يقدر يوصل كاس العالم، احسن فريق يقدر ياخد كاس الامم الافريقيه. فده الضغوط اللي على اليو سيسي، اليو سيسي قاعد كل ده علشان ياخد كاس الامم الافريقيه ويوصل كاس العالم. خسر من الجزائر في 2019 وكمل المهمه ووصل ل 2000 وكاس الامم الحاليه 2022 علشان ياخدها ويوصل كاس العالم. لكن هم للاسف وقعوا مع منتخب مصر، ولكن وجود مدير فني محلي مع لاعبين بالشكل ده وبالكفاءات دي بيحط عليه ضغط ان هو لازم يتاهل. بالظبط. على عكس المدير الفني الاجنبي، الاجنبي مع منتخب مصر انا كنت بدرب احسن لعيب في العالم محمد صلاح بس في الاخر بعد ما خرجت. لكن خلي بالك برضو طموحات كيروش جايب احلام كبيره يعني، حتى على مستويات المنتخبات اللي دربها وراح معاها كاس العالم عنده باع، ودايما دوت بيتحط في كفه ان هو لا هو بيعرف يوصل بالظبط منتخبات لكاس العالم، عنده خبرات في الجزئيه ديت يعني. والخبرات تشيل الضغوط، والخبرات اللي عند كروش الكبيره اللي وصل مع ايران وصل مع كولومبيا تشيل الضغوط اللي عليه. صحيح، وده بيتنقل للعيبه يعني. بالظبط، وده بيتنقل للعيبه، وكمان اللعيبه عندها خبرات ومع مدير فني اجنبي وما بيسمعش يعني. اللي عندي اللي اعرفه ان كروش بيسمع للاعلام كله، ولكن اكيد مش زي المدير الفني المحلي. فعلشان كده اعتقد ان كروش هيكون عليه لود، اليو سيسي هيكون عليه لود اكتر بكبير بكتير جدا من كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني. طيب خلينا نتكلم هنسبق الاحداث شويه، وانت من خلال كلامك قلقتني من الاجواء اللي في السنغال. يعني المباراه الاولى اهم حاجه ايه اللي يعمله المنتخب المصري علشان نروح باعصاب هاديه؟ هتقول هنكسب، نكسب وما يخشش فينا جوان، لكن دايما وخاصه مباراه قريبه هتلعب جمعه وثلاث. جمعه وثلاث. هل كيروش حاطط تشكيله مختلفه مثلا، او هيعتمد بشكل مباشر على عناصر مختلفه في مباراه السنغال فبالتالي هيكون ليه حسابات هنا، ولا هو بيرمي رميه واحده احنا نخش نكسب ان شاء الله بفرق هدفين وبالتالي هتكون نسبه الصعود كبيره يعني، ولا مقسم المباراتين بشكل مختلف تكتيكا؟ انا بتكلم تكتيكيا يعني. تكتيكيا من دماغ كروش اعتقد ان هو هيكون عنده مهم جدا جدا ان هو يكسب في مصر علشان يخفف الضغط عليه في العوده لدكار. كروش الراجل اول ما جه كان عنده غايه ان هو يعمل مفاجات في الخطه، يعني شفنا في بطوله العرب كان بيعمل مفاجات في التشكيل. رحنا كاس الامم الافريقيه في اول ماتش لعب محمد صلاح راس حربة وجاب مصطفى محمد هاف، ولما سألناه قال أنا لازم أعمل مفاجآت للخصم لأن المدير الفني ممكن يكون حافظ طريقتي أو ممكن يكون حافظ إن محمد صلاح بيلعب على الهاف. ولكن أعتقد إن كروش في الماتش اللي جاي ده مش هيكون فيه أي مفاجآت. مفيش مفاجآت يعني. بالظبط، لأن هو عايز يخش، عايز أول حاجة بالنسبة له ما يستقبلش أي هدف على أرضه، تاني حاجة بالنسبة له يحاول يسجل، تالت حاجة بالنسبة له ما يطلعش بأي إصابات في اللعيبة الأساسية، رابع حاجة يوصل السنغال أو يوصل دكار وهو هادي نسبيا عن فريق السنغال. كمان من طبعا الإصابات يعني حاجة بتاعت ربنا، لكن في إنذارات يعني. أعتقد عندنا أربع خمس لعيبة مميزين، أعتقد حمدي فتحي عندنا، فتوح عنده إنذار، بتتكلم نيني أعتقد برضه عنده إنذار، فلو خد إنذار في المباراة ديت هيتحرم من المباراة التانية، ده ممكن يأثر على تكتيكه داخل الملعب أو يأثر على التغييرات تغييراته. بالظبط بالظبط.
تغييرات بنحس ان اللعيب ممكن متوتر فممكن يدفع بيه او يخرجه علشان ما ياخدش انذار تاني. ده بالظبط، ممكن يعجل بتغييره لعيب عنده انذار عشان ما يخسرش في ماتش العوده، لان ماتش العوده يعني احنا عندنا مباراه واحده 90 دقيقه في مصر و90 دقيقه في دكار، لان هو عايز اللي في دكار ده يحافظ عليها، لان ما تخرجش من ايده زمام الامور زي ما بيقولوا، فممكن ياثر عليه في التغييرات، ممكن يطلع لعيب بدري شويه، ممكن شفنا غير النني في كاس الامم الافريقيه بسبب ان كان عنده انذار في قبل الاكسترا تايم، شفنا ممكن يفضل لعيب زي تريزيجيه ولعيب زي زيزو عندهم نواحي بدنيه في التغييرات، ممكن ينزل يضغط شويه على حمل الكره، ممكن ينزل يعمل فرصه، ممكن ينزل يرفع رفعه سواء لمصطفى محمد او مروان حمدي، تريزيجيه ممكن ينزل بحلول فرديه يقدر ياثر. انا كمان اعتقادي ممكن يكون قفشة كمان ليه دور في التغييرات في الاوراق اللي بيلعب بيها في حاله لو عايزين نعمل استحواذ على سبيل المثال، قفشة من العناصر اللي ممكن تعمل استحواذ بشكل كويس، وما اعتقدش التيبيكال 10 دوت خلاص بقت مشكله لقفشة، لان في وقت من الاوقات كان كمان لعب 4-3-3 مع موسيماني. عايز اعرف برضو دور قفشة ايه، كان ممكن ايه الادوار اللي يقوم بيها قفشة خلال المباراه من وجهه نظرك؟ قفشة هو تنوع اللعب في المنتخب، قفشة احنا المنتخب ماشي على اسطمبه من يوم ما كروش جه، لو عايز يبدل طريقه لعب او عايز ينوع لعب او عايز يمسك كوره على حساب الخصم هيكون ده دور محمد مجدي قفشة مع المنتخب الوطني، ان هو يقدر ينقل الكوره بشكل سلس من الدفاع للهجوم، يقدر يسمع، يقدر يشوط من خارج الصندوق او من على المنطقه من بره، يقدر يفضي مساحات شويه لمحمد صلاح. بص خلي بالك احنا عندنا مشكله يا كابتن، يعني هي ميزه بس هي مشكله في حقيقتها مشكله، محمد صلاح عامل 4 اسيست ماشي، دي مشكله ليه؟ لان لما تيجي تبص على الارقام هتلاقي ان محمد صلاح هو المحطه الاولى مش الاخيره، احنا عايزين نستفيد بصلاح ان هو يسجل، ليه؟ لان هو فينشر عالي جدا، مش عايزين نستفيد بصلاح ان هو يعمل بس اسيست. في اول حلقه مع حضرتك لو تفتكر قلت ان محمد صلاح طور نفسه لما كان في روما ان هو بقى بيجري فترات قليله جدا بالكره، فبقى ميزه ان هو يسجل او ميزه ان هو يسدد بقت عنده اعلى بكتير من ايام زمان، لكن مع المنتخب الوطني اول مرحله هو محمد صلاح، فبالتالي ما بتكونش اخر مرحله، لان هو محمد صلاح يعني بياخد الكره ويسلم لحد تاني، قفشه هيقدر يساعده. ده الفرق اللي ممكن كانت الناس بتتكلم عليه، ايه الفرق ما بين محمد صلاح ليفربول ومحمد صلاح المنتخب؟ انك بتتكلم ان محمد صلاح بدا هو اللي بيقوم بادوار الاسيست، وشفنا ده على فكره حتى فرص كتيره صنعها في امم افريقيا ان هو اللي بيعمل الاسيست. على الناحيه الثانيه لا، ده في ليفربول حد يعني بيوصل بالزبط. صلاح لنقطه التهديف يعني، وحد اللي يعملها قفشه يعني، ده اللي ممكن يعملها محمد مجدي قفشه مع عمر كمان عبد الواحد، ان هو ممكن يخلق مساحه لان هو يزيد في ظهر صلاح، فيخلق مساحه ياخد معاه الباك مثلا، فيفضل الميدفيلدر هو اللي مع صلاح، لكن وجود الباك اللي تحت صلاح في مركزه ان هو ما يطرش قدام صلاح، ده بيخلي الكثافه الدفاعيه موجوده حوالين محمد صلاح، ومفيش تحركات كتير، ما بيقدرش يتحرك، ما بيقدرش يخلق مساحه لنفسه. فنزول قفشه مع عمر كمان لعب واحد لو طار قدام محمد صلاح، اعتقد ان دي هنا هتبقى شبه اللي بيعملها الكسندر ارنولد شويه في ليفربول، وهتكون دي اللي بتقدر توصل محمد صلاح دايركت للجون، مش هو اللي يعمل الاسيست وحد يسجل، وبالتالي طبعا هيكون عنده فرص اكبر للتسجيل. طيب تعال نروح انا وانت والساده المشاهدين نشوف كيروش في المؤتمر الصحفي من منذ يمكن يعني دقائق، مؤتمر صحفي قبل لقاء السنغال مع طبعا كابتن منتخبنا عمرو السوليه، نشوف كيروش قال ايه ونرجع مع حضرتك. شكرا. ثانك يو. جاست to welcome the press, and of course express our gratitude for being here and transferring our feelings and our thoughts to the Egyptian supporters. And I start with a simple message. As everybody knows, Africa played 5 World Cup matches between 25th and 29th to select the 5 African champions for Qatar. And we're very, very proud that we are one of the teams that are
in that final race. And there is no doubt that our players, they are fully committed with great enthusiasm and with great belief that they are ready to fulfill. Egyptian fans. That's the simple story of football. There is always one more game in front of us. There is always one more win, and there is always one more dream. And tomorrow we start the journey to try to succeed in that dream to qualify Egypt for the World Cup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة المدرب بيشكركم جميعا وبيرحب بيكم وبيعبر عن شكره أنه الحمد لله اليوم موجودين هنا، وبرضو بينقل إحساسه بالنسبة للجماهير والداعمين لكرة القدم في مصر. بيقول هقول نفس الرسالة اللي أنا قلتها قبل كده، دلوقتي إحنا في نهائي أفريقيا وهو عبارة عن 5 مباريات هيتلعبوا من يوم 25 لـ 29، من يوم 25 ليوم 29 لاختيار المتأهل، ونحن سعيدين بوجودنا في هذا النهائي. لا شك فإن اللاعبين عندهم حماس قوي جدا والتزام وثقة عظيمة من أجل تحقيق أحلامنا وإسعاد الجماهير المصرية هنا. أمامنا المباراة غدا، مباراة جديدة إن شاء الله، فوز جديد ونجاح جديد، ومنها نبدأ المشوار. مرحب بكم طبعا في المؤتمر الصحفي. بالنسبة للمباراة احنا كلاعبين عارفين مسؤوليتنا كويس تجاه المباراة، وعارفين مسؤوليتنا تجاه الشعب المصري. مباراة تعتبر مباراة نهائية، حلم الشعب المصري كله وحلم اللعيبة كلها والجهاز الفني ان احنا نوصل كاس عالم. ان شاء الله بكرة اتمنى يكون التوفيق من نصيبنا ونعمل اقصى حاجة عندنا عشان نسعد الشعب المصري ونحقق نتيجة ايجابية في المباراة الاولى اللي هتسهل علينا كتير في المباراة التانية، وان شاء الله يعني تكون سبب في وصولنا لكاس العالم ان شاء الله. ده طبعا جزء من وقائع المؤتمر الصحفي لكيروش، وطبعا واحد من كباتن الفرقة عمرو السولية. وعايز اخد رأيك الثقة، يعني احنا دايما بنتكلم وانا في الانترو بتكلم ان دايما كيروش يبعت كده حتى على تويتر على الفيسبوك على بينزل بيكتب بالعربي كمان دلوقتي، فبيدي ثقة للعيبة وبيدي ثقة للجماهير. واضح جدا ان في ثقة. عمرو السولية بيتكلم طبيعي، اللعيبة كلها عندها يعني عندها روح عالية جدا طبعا للوصول لكأس العالم. حضرتك كابتن اللي تقول لنا الكلام ده، حضرتك وصلت كاس عالم ولعبت ماتشات فيصليه، وحضرتك انا كنت اكلمك في النقطه ديت. ويمكن مباراه بفتكر دايما مباراه مثلا الليله اللي عشتها قبل مباراه هولندا، انا عايز اسمعها من حضرتك قبل مباراه الجزائر. بص، توتر مفيش شك انه توتر، لكن دايما بقول للناس ان او اللعيبه دايما بيكون عندها مشكله في حته، المشكله ان هو التركيز الزياده ممكن يقلب لجزء من التوتر، والتوتر في المباريات الكبيره مش مطلوبه. ف وكل على فكره كل مدير فني ليه طريقه يخرج بيها لعيبته من التوتر ده. يعني في مدرب ياخد اللعيبه ليله مباراه مهمه ويروح بدل ما يتعشوا في المعسكر، لا ياخدهم بره، يخرجهم بره الاجواء ديت. ده جزء. الجزء الثاني، لا، في مدرب كابتن محمود الجوهري صارم جدا 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 طول المعسكر قبل المباراه، بيجي نقول نقط ويضحكنا على يعني بيفكنا بمعنى اصح. فالتركيز دوت لو زاد عن حده واحترام لو زاد عن حده، اعتقد ده بيتقلب ضد اللعيبه تماما وبيكون فيه توتر. فالعمليه ما بين الثقه وما بين الهدوء ده شيء مهم قوي. حضرتك عشتها يا كابتن ان هي ماتش فيصل، مفيش ماتش بعده، ولا عشتها ان هي ماتش زي اي ماتش؟ لا، ماتش اللي هو مفيش بعده. يعني احنا خاصه مباراه الجزائر كان 0-0 هناك، هنكسب نوصل كاس عالم، وبالتالي كان مباراه فيصليه في تاريخي كمان على المستوى الشخصي. فده اللي يعني كنت بقوله، رساله بوصلها للعيبه. مع اختلاف الاجيال مفيش شك، دلوقتي عندنا فريق محترم جدا، عندهم ثقه في نفسهم، بيلعبوا في اوروبا بشكل كبير، عندهم ثقه، عندهم خبرات، وبالتالي يعني ده ادعى ان احنا يكون عندنا هدوء داخل الملعب. يعني ف
انا بشكرك عمر بجد، نورتنا وشرفتنا وكان لقاء اكتر من رائع كعادتك يعني. توقعاتك بقى النتيجه بكره قول لي. انا اتمنى الفوز واتوقع ان احنا نكسب، يعني اتمنى واتوقع ان احنا نكسب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن، وبشكر كل جماهير النادي الاهلي، ويعني حاجه كبيره ان اجي احلل مباراه مصر والسنغال المؤهله لكاس العالم مع واحد من اساطير منتخب مصر. انت قدير يعني. عمر، ودايما يعني هدوء في التحليل، وعندك رؤيه وعندك فيجن رائع، واحنا سعداء بوجودك معانا في المحترف، يعني محترف موجود في المحترف. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا دي كانت نهايه فقرتنا مع عمر، لكن بعد الفاصل عندنا كمان ناقد رياضي بشكل مختلف على شكل تحليل الاداء، الارقام، الصور اللي هنشوفها معاه ما بين المنتخب المصري والمنتخب السنغالي، ازاي نشتغل على المنتخب السنغالي، نقط ضعفه ايه، نقاط القوه ايه، من خلال صور، من خلال ارقام، كل ده مع طبعا نجم التحليل الفني محمد الباز بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، وما زلنا على حديث الساعه لطبعا مباراه منتخبنا القومي امام المنتخب السنغالي بكره ان شاء الله. الفقرات اللي فاتت او الفقرتين اللي فاتوا كان كلها حديث عن هذه المباراه، لكن النهارده او دلوقتي بشكل مختلف شويه هنتكلم على المنتخب السنغالي، اهم نقاط الضعف، القوه، ايه المنتخب السنغالي بيمتاز بايه، ده من خلال طبعا تحليل عبر الصوره والارقام من خلال محلل الاداء الرائع محمد الباز اللي دايما بينورنا هنا في المحترف. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن هاني، منورنا. تحياتي لحضرتك، جمهور مصر كلها، جمهور النادي الاهلي، كلنا يعني مستنيين، العالم العربي والمصري وكل الناس مستنيه مباراه بكره. انت محضر لنا ايه للسنغال؟ احنا شفنا مباراه السنغال في نهائي البطوله الافريقيه، اكيد منتخب قوي، ولكن في بعض الدفوهات، في بعض الاخطاء ممكن تحصل. انت محضر لنا ايه النهارده لمنتخب السنغال؟ يعني منتخب السنغال طبعا مباراه صعبه بكل تاكيد، منتخب السنغال منتخب قوي، عنده شراسه هجوميه عاليه جدا، ثاني اقوى خط هجوم في امم افريقيا الاخيره، 9 اهداف بعد الكاميرون، اكتر منتخب يعني في صناعه الفرص الحقيقيه او المسجله. يعني من الناحيه الدفاعيه برضو كابتن هاني بنتساوى مع منتخب مصر، منتخب السنغال بيتساوى مع بعض. منتخب مصر ومنتخب السنغال استقبل هدفين فقط طوال البطوله. انت بتتكلم على بطوله افريقيا الاخيره، دي يعني احدث او يعني الحدث الاخير اللي من خلاله نقدر ننطلق بالارقام برضو بالتحليل، اتعكست ازاي تكتيكيا على ارض الملعب، ازاي يترجم دوت، ازاي ناخد بالنا يعني كلغه ارقام تورينا كمؤشرات نقدر نشتغل ازاي في ارض الملعب امام فريق قوي زي فريق السنغال. تمام. انت كنت اتكلمت على موضوع الديفوهات، يمكن قبل ما اخش معاك على الهواء قلت لي منتخب محترم جدا ولكن عنده اخطاء، ولو شفنا الاخطاء ديت ممكن نستغلها بشكل كبير ان احنا نحرز هدف مبكر. ايه المشكله اللي عند المنتخب السنغالي؟ انت شايف ايه المشكله اللي عند المنتخب السنغالي؟ على الرغم من ان المنتخب السنغالي بيمتاز طبعا بالشراسه الهجوميه، بتحرير الاطراف عنده، يعني مفاتيح اللعب عنده من الباكات اللي دايما بيزيدوا بيجنحوا ويزيدوا في الاجنحه. على الرغم من الديناميكيه اللي بتحصل طبعا عندنا بونا صار في ناحيه اليمين، هنتكلم عن كل شكل دوت، عندنا طبعا سيس واللاعب الخطير من ناحيه الشمال اللي بيزيد اللي بيغطيه طبعا مندي في نص الملعب ويعمل ديناميكيه مع ادريسا في ناحيه الشمال وساديو ماني. اهم الاخطاء التكتيكيه اللي احنا نقدر نستغلها في ظل الشراسه الهجوميه او زياده الاطراف زي ما قلنا هي اللعب. يعني لاحظنا حاجه مهمه جدا عملتها قدامهم غينيا الاستوائيه وبوركينا فاسو، واحنا كمنتخب مصر في المباراه الاخيره عملنا كذا هجمه كده، هي الا وهي اللعب في العمق. اللعب في العمق والشورت باس بيورينا قد ايه احنا نقدر نبص مع ده. اول مثال معانا امام ده كان غينيا الاستوائيه، صحيح. استغلت غينيا الاستوائيه اللعب من العمق على منتخب السنغال، اللي يعني زي ما قلنا الصلابه الدفاعيه عندهم نجم نابولي طبعا كولوبالي، وطبعا معاه عبده ديالو نجم باريس سان جيرمان. بص يا كابتن هاني، احنا دايما العمق بيلعبوا بشكل مكثف، يعني تحس ان في كثافه في العمق، يعني انت بتتكلم على تقريبا 6-7 لعيبه في العمق، ولكن جزء دوت اتخلق فرصه للتسديد صحيح بشكل يعني مباشر. لعبت غينيا الاستوائيه لعبتها في العمق بشكل رائع جدا، ضربت بيه يعني احنا تكتل دفاعي كومباكت اللي عاملينه منتخب السنغال 6 لاعبين اتلعبت في العمق بالشكل اللي احنا شايفينه، خلت مهاجم
غينيا الاستوائيه في مواجهه المرمى. اللي احنا شايفينه دوت بيأكد لنا بالحالات المتكرره دايما ان دايما استغل اللعب ببساط شورت باسس، اللعب في العمق، الكرات القصيره. ده كان هدف ده هم استقبلوا هدفين، هدف من غينيا. ده لقطه من ماتشنا برضه، ماتشنا مصر. احنا عندنا مثالين في مع منتخب مصر، لعبها طبعا النني كالكره طويله لونج باس في ظهر سيس، استغل طبعا سرعات محمد صلاح. تكمله الهجمه معانا يعني نكمل الهجمه شباب، هنبدا كمل الصوره اللي جايه يا زجالو. دي طبعا محمد صلاح وبياخد في ظهر خصم، الكره وصلت الكره وصلت لصلاح. صلاح طبعا قطع بمهارته في وسط يعني تكتل دفاع عليه، يعني احنا عايزين نقف بعد هات الصوره اللي قبلها. دي طبعا مهاره محمد صلاح. هي الفكره بالزبط. حتى كنت بتكلم لسه قبل ما تخش يا محمد، كنت بتكلم مع عمر ان احنا عايزين نوصل صلاح للجزئيه دي. صحيح. ان هو يكون قريب من جوه ال 18، مش هو اللي يعمل الاسيست، يعني نوصل محمد صلاح ان يكون عنده الفرصه ان هو اللي يسجل. ودي الميزه كابتن هاني. كابتن هاني احنا محمد صلاح بالتكتلات الدفاعيه اللي بتبقى عليه اكتر من لاعب، كلهم بيبصوا على محمد صلاح، ده تدينا فرصه في تحرير لاعبين تانيين. انا لما بص في المثال دوت عمر مرموش لوحده تماما يعني، وضارب الاوفسايد واقف في مكان 10 مظبوط تماما، مصطفى يعني بيزيد طبعا السوليه معاهم، في اكتر من فرصه، اكتر من حل كان ممكن يلعب محمد صلاح. طبعا بنجوميه محمد صلاح والثقه العاليه، محمد صلاح شاط الكره مباشره. اللي انا عايز اقوله من الصوره ديت او من الحاله ديت ان احنا نقدر نستغل اللعب في العمق، البساط شوت باس ديت تودي اكتر من حل، اكتر من لاعب في اتجاه المرمى. هنا امام عاشور نفس المثال اللي شفناه امام غينيا الاستوائيه، اللعب في العمق، يعني اللعب في العمق ده يعني مع التكتل الدفاعي القوي للسنغال. شفنا امام عاشور لعبها محمد صلاح، بدا ان هو يستلم، وهتبان معانا في الحاله اللي جايه ازاي اتخلق اكتر من مساحه ل يعني ثلاث لاعبين عندنا سواء هنا ممكن نقف هنا. هي الصوره دي اللي كانت طبعا محمد صلاح دخل امام، اعتقد ده امام عاشور، امام رجع استلم من محمد صلاح تاني. كمل بالزبط. امام مع الهجمه استلم من محمد صلاح. هنا في اكتر من حل، هنا طبعا كان طبعا مهند لاشين اعتقد كان يعني كان معانا اكتر في كثافه عدديه اكتر من لاعب عندنا من منتخب مصر في الصوره. ده مروان، يعني مروان هو اللي استلم الكره دي، هجمه مروان. مروان استلم في العمق ايضا، عنده مساحه وشاط على فكره، وكانت فرصه محققه على مندي شالها بصعوبه. كانت هجمه محققه تماما. الفرص الكتيره بهذا الشكل هو هنا طبعا عادل مروان باتجاهه بالمرمى وسدد على الرغم من هو كان عنده اكتر من حل، ان هو كان ممكن يجري اعتقد هنا تريزيجيه في ناحيه الشمال، كان ممكن هو ينفرد. الملخص محمد انت بتتكلم على عمليه رغم ان في كثافه عدديه للاعيب السنغال الدفاعيه، لكن من خلال الكثافة العددية دي بيكون في مساحات، يعني معظم اللعيبة بتغطي او محمد صلاح مضغوط بثلاث اربع لعيبة، ده ممكن يخلق مساحات للعيبة تانية زي تريزيجيه او مرموش او القادمون من الخلف زي عمرو السولية، انه يكون في تأثير ايجابي او انهاء الهجمة بشكل مباشر. بكل تأكيد، وده استغلال تماما. عندهم بعض الدفاعات، ده طبعا بوركينا فاسو، ده الهدف اللي استقبلوه منتخب السنغال من بوركينا فاسو. عايزين نقول نفس الكلام في ظل تقدم الجناح او الباك الشمال عندهم سيس الخطير اللي هنتفرج عليه برضو بالحالات، استطاعت طبعا هنا بوركينا فاسو ان هي تبني هجمه سريعه في مرتده سريعه من ناحيه اليمين من عند بوركينا فاسو او ناحيه الشمال طبعا سيسي على سيس، وبدا سيس هو جناح طائر، هو مش باك شمال يعني. بالظبط، يعني هو ما هو ده نقطه القوه عندهم. فكمل في الهجمه ديت طبعا، ده لاعب بوركينا فاسو يعني مساحه واسعه جدا، يعني استطاع لاعب الجناح البوركينا فاسو انه يزيد ويعني كمل. انا عايز اكلمك في النقطه ديت، ده اللي وارد دوت لو قلبنا الصوره نقول ده ما اعتقدش لازم يكون محمد صلاح يخش لجوه عشان بالزبط. عمر كمال هو اللي ياخد الجزئيه ديت وتكون الحركه سريعه، ما نديش فرصه طبعا للباك الشمال. ده الديناميكيه اللي بنشوفها ما بين هندرسون ما بين برافو عليك ارنولد وما بين محمد صلاح صحيح. في ليفربول نفس الشكل. لو رجعنا بالصوره اللي قبل كده طبعا هو خلاص خد المساحه. عايزين نرجع للي قبلها هتبين لنا برضو صوره مهمه جدا ناحيه اليمين او يمين منتخب السنغال، الباك يمين الطاير برضو زي ما قلنا بونصار لاعب بايرن ميونخ اللي بيزيد ايضا زيه زي سيس في نفس صحيح. لو احنا لاحظنا هنا كان عنده اكتر من حل، يعني كان ممكن يطير لاعب بوركينا فاسو من ناحيه يعني اليمين. انت بتتكلم استغلال المساحات اللي ورا الباكين اللي بيطيروا، اذا كان باك يمين او باك شمال،
ان احنا نستغل سرعات الباكين، سرعات محمد صلاح، مرموش، لو تريزيجيه موجود، ان احنا يبقى لعبنا على نقاط او على المساحه اللي ورا الباكين. الباكين بكل تاكيد ده من اهم نقاط الضعف اللي نقدر نستغلها بشكل كويس جدا مع امام السنغال. ده طبعا هدف بوركينا فاسو. احنا لو هنكمل في الحالات عندنا هنشوف طبعا امثله كتيره مكرره. تمام. يعني عايزين نقول ان غينيا الاستوائيه وبوركينا فاسو فعلا قدروا ان هم يحرجوا السنغال على الرغم من خساره، وعملوا هجمات طبعا ترجمت لهدف، عملوا هجمات خطيره جدا من ناحيه يمين وشمال. طب دي مباراتنا امام المنتخب السنغالي في النهائي. طبعا كان الكوره في نص الملعب، النني بدا الهجمه من هنا. اللي احنا عايزين نقوله استغلال الاطراف. هنا الطرف اليمين اللي هو بونصار، في غياب بونصار والسرعه في الهجمه المرتده والارتداد، هنا كان تريزيجيه واقف لوحده تماما ناحيه اليمين. صحيح. او يمين السنغال. يعني نكمل الهجمه، طبعا بداها النني بشكل رائع جدا، نزل تريزيجيه، وعايزين نشوف فتوح فين يا كابتن هاني. يعني فتوح لسه ورا، فتوح هو اللي هيكمل يعني بالديناميكيه. هو طبعا موقفه صح جدا فتوح، هو ممكن يكون كمان متقدم شويه على تكون المسافه ما بينه مش كبيره قوي، لكن تقدم فتوح وده مميز فتوح بصراحه في الحاله الهجوميه. يعني بالظبط زياده فتوح دايما بشكل خطوره تماما، وده اللي نقدر نستغله على بونا صار في مباراه غدا. زاد فتوح ان هو عمل طبعا الكروس العالي على طبعا مروان، ولكن يعني هنشوف مروان ما استغلهاش بالقوة وعدلت وشه على المرمى وضاعت الهجمة ديت، كانت هجمة أيضا مؤكدة على السنغال. ده برضو من الأمثلة المكررة اللي بتورينا قد إيه نقدر استغلال مساحات خلف الباكات اللي بتطير أو الوينج باكس. طيب هنا نفس المثال، هم عندهم نقطة قوة زي ما بنتكلم. صحيح. برضو عندهم الباكات اللي بنحكي عليها، هنا نفس الهجمة من ناحية اليمين، هنوري برضو مع بعض ازاي اشتغلوها وازاي عملوها على منتخب مصر من ناحية اليمين. الهجمة برضو من نص الملعب، احنا التمركزات عندنا يعني ما كانتش افضل شيء في هذه اللقطة ديت، يعني في الهجمة ديت نزل للاعب طبعا بونصار، هنا اسماعيل صار في ناحية اليمين. ناحية اليمين استلم الكرة. بص كابتن هاني نفس اللاعب، يعني احنا بكمل هو اللي كمل، هو اللي عمل فرق السرعات وكمل بكل تاكيد، رماها له في طبعا المساحه، راحت ويعني عمل العرضيه وطبعا شالها طبعا محمد ابو جبل، شال طبعا ثمان كور او ثمان فرص حقيقيه شاله محمد ابو جبل. دي بقى الفكره برضو ان احنا التمركز لازم يكون تمركز عميق شويه. المنتخب السنغالي عنده سرعات زي ما بنتكلم ان عنده دفو في الحالة الدفاعية، أو لو الباكين بيهاجموا عندهم ديلي شوية في الرجوع، فهم كمان عندهم ميزة إن الباك اليمين بيشكل خطورة كبيرة جدا، الباك الشمال بيسجل خطورة كبيرة جدا، فالتمركز الدفاعي لازم يكون بشكل أفضل وأسرع من كده. بكل تأكيد. يعني الهجمة طبعا ارتدت، المدافع طبعا هو طبعا كان راح لها ساديو ماني، واعتقد بامب ديانج دوت في الآخر، بامب ديانج هو خد ال بامب ديانج برضه لعيب مميز جدا، رغم إن هو يعني نزل كبديل، اعتقد نزل كبديل نهائي الافريقي بكل تاكيد، نزل كبديل يا كابتن هاني بالاحصائيات والارقام، شاط 4 تسديدات على المرمى، 3 منهم اون تارجت، 3 منهم اون تارجت من الاربعه شالوا طبعا ابو جبل، عمل شكل خطوره، قلب طبعا موازين الفريق السنغالي وكمل معاهم الشراسه الهجوميه بشكل تاكيد ما كانش موفق الحمد لله. فبالتالي كمان الرقم انت بتقوله ان هو يعني شاط 4 كرات، ما بينهم 3 ما بين القائم والعارضه، وبالتالي مؤثر طبعا، وده ينعكس ان احنا لازم نعمل حسابنا ان يكون في بلوك كويس من المدافعين، ويكون حارس المرمى بكل يعني تاكيد لازم يكون فايق. والاربع الفرص يعني دايما كانت برضو بتكمله من ناحيه الشمال مع سيسو، بدا يقطب ده بقى يعني. انت وريتنا ناحيه اليمين، كمان دلوقتي ناحيه الشمال سيس ده طبعا الجناح الطاير زي ما اقول الباكات، ما خلاص ما مش باك يعني، هو دايما سيس بيكمل في الهجمات، بيلعب من ورا ده هو طبعا عشان. هنا ساديو ماني بيدي له مساحه بيخش لجوه، هو ده اللي احنا عايزين نقوله. يعني انا عايزين نقف هنا كابتن هاني لو تسمح لي، ده اللي عايزين نقوله مع محمد صلاح. يعني نفس انا اتمنى ان احنا نقدر نستغل الفرصه او الشكل اللي كان بيعمله ساديو ماني مع الديناميكيه اللي بيعملها مع سيس، لان ساديو ماني بخطورته عليه لاعب او اثنين، فبيفضي المساحه لسيس ان هو يتقدم، او مندي من نص الملعب زي ما احنا شايفين. هو ده موقف ساديو ماني، وطبعا الباك الشمال طالع ثلاثه وبيخش واحد معاه، نفس الكلام انت بتقول عليه محمد صلاح بيعملها في ليفربول، بيخش جوه بارنولد بيطير في الحته ديت، هندرسون بيكمل، هندرسون بيكمل، جوتا بينزله، أو ساديو ماني بيفتح له، او دياز نفس الكلام. هنا طبعا كان عنده الفرصه والمساحه. هنا بقى خلينا واقفين عند دي، ده اخطر موقف. ليه؟ لان موقف واحد على واحد دايما بيكون، وخاصه لو المهاجم عنده مهارات وعنده سرعه، بيكون موقف صعب جدا جدا للمدافع، وبالتالي لازم يكون دايما خاصه على الاطراف لو ناحيه اليمين او الشمال
لو هم اتنين يبقى اتنين على اتنين، لو هم اتنين يبقى في تلاتة على اتنين، لازم يكون في تغطية طبعا في الجزئية ديت. وانا عايز احيي هنا طبعا امام عاشور بالارقام برضو بالزبط. في المواجهات الثنائية 7 مواجهات ثنائية كسب منهم 6 من 7 في المواجهات الثنائية، ده بيدل قوة امام عاشور، كان يعني قام بدور كبير جدا رغم ان هو اول مشاركة ليه في البطولة. عايز اقول برضو حاجة مهمة جدا يعني رقميا، ترجمة التكتيك اللي عملته السنغال ان هم صنعوا 23 فرصة للتسجيل في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، عايز أقول لحضرتك منهم 15 فرصة يعني تقريبا فوق ال 65% 15 فرصة من ناحية الشمال، من ناحية سيس ومن ناحية مندي ومن ناحية ده طبعا رقم كبير. وطبعا احنا كل أسبوع بنستمتع بصراحة بيك يا محمد وتحليلاتك الرائعة، وزي ما انت بتقول منتخب قوي، ولكن احنا عندنا القدرة، عندنا المرونة التكتيكية، وعندنا الأفراد، وعندنا الطموح والروح ان احنا ان شاء الله نفوز بهذه المباراة. بنشكرك كالعادة، منورنا ومشرفنا محمد، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك كابتن هاني، وان شاء الله يعني اتمنى الفوز لمنتخب مصر غدا ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله، شكرا جزيلا. كان في طبعا عاملين مسابقة يمكن الاثنين او الحلقة اللي فاتت عن توقعاتك للكلاسيكو، مباراة ريال مدريد وبرشلونة اللي كانت يوم الحد اللي فات، ولك أن تتخيل أن محدش قال النتيجة صح، يعني كل الناس كانت راحة، حتى مشجعي برشلونة كانوا قالوا تعادل أو هزيمة برشلونة لأول مرة كنت يوم 7، محدش للأسف قال النتيجة صح، وهو طبعا فوز برشلونة 4-0 على الريال في كلاسيكو الأرض، وكانت نتيجة كبيرة جدا جدا لدرجة حتى مشجعي برشلونة ما جاوبوش الإجابة صح. ده طبعا نوصل من هنا لنهاية حلقتنا النهاردة، يا رب كل دعاء وكلنا ورا منتخبنا إن شاء الله بإذن الله تكون خطوة وخطوة كبيرة جدا جدا للوصول لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي. دعواتنا كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله بكرة، يكونوا رجالة، إحنا وراهم، مصر كلها وراهم، وبإذن الله نشوف مباراة جيدة على مستوى الأداء وعلى مستوى النتيجة. شكرا لحضراتكم، ولقاءنا إن شاء الله الأسبوع اللي جاي ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف.